مساكم الله بالخير جميعا. شكرا حضوركم اليوم ومشاركتكم معنا اليوم في عام مضى. ماذا بعد؟ أنا اسمي ماريا، عمري 10. كان أول يوم في الحرب كان الوضع عادي، بس بعد ساعتين صاروا اليهود يقتلوا. رحت على المدرسة، بعدين صار في قصف، رجع كل واحد على بيته. وصلت البيت فبلاقي السماء كلها حمراء حمراء. سمعنا خبر إنه قصفنا العمارة، إنه قصف العمارة اللي احنا عايشين فيها. الناس بتموت ودور بتنقسف. لمينا أغراضنا ورحنا على شارع اليوم، بعدين صار في قصف رحنا على الجبلية، بعد جبلية رحنا على رفح. قصفوا الدار جنبينا وأجا كل الدخان علينا ومنيح ما انأزحت. كنا مفكرين إن عائلتي كلها تمام، بس بالآخر عرفنا إنه عائلتي استشهدت وما ضلش حد غيرنا إلا أنا وبنت عمي وأختي. كان في شوارع مدمرة وبيوت مدمرة. ما أوصف كيف أحكي لكم كيف كانوا يخبطوا بطريقة شديدة كتير. في الليل كنا يعني قاعدين عادي، يعني على اساس بكره حنفطر ويبعد علينا اليهود وخلص ويرجع اليوم عادي، بس انصدمنا انه احنا انقصفنا انا واختي. عم قاعد يجري انا وعمي قاعدين نجري، فما لقينا الا الناس بضلت تحكي ادخلوا جوا في قصف قدامكم. كان وجهي كله تراب، انا كلي سودا، وجهي كله أسود، شعري كان يتك بطريقة مش طبيعية. تحت الركام إلى 4 أيام بدون أكل ولا شرب. كنت أسمع صوت قصف وأقرأ قرآن عشان أنام ما أسمعش الصوت. لقيت أشياء أنا ما رح أوصفها من كتر الوجع اللي أنت بتحس فيه. يعني أنت تخيل كل عائلتك مرمية بأعضاء بجثث. ايش اوصف؟ بتمنى انه تخلص الحرب وارجع لبيتي اللي انقصف وارجع لمدرستي وارجع على ذكرياتي. اصلا مالي ذنب، انا طفله ولازم اعيش زي باقي العالم. انا طفله لازم اعيش واخذ حياتي وكل حاجه، بس كل هذا ما صار. عائلتي وكل امي وابوي واخواتي ما ضلش عندي الا اخت وحدة وعمات وبنت عم. ما كنتش أنا زي هيك، كان في عندي كم ولاد عم وبنات عم وإخوات. كان عندي 5 إخوات، هالحين صار عندي أخت. ما كنتش متوقعة حيصير هيك. أنا بطلب من العالم إنه تحمينا وتحمي أطفالنا في غزة اللي بتموت. حتى لو أنا كل أهلي ماتوا كلهم ماتوا، بس أنا لسه قوية وبدي أحقق حلمي. أنا أبوك كان تاجر، أنا صرت تاجر كثير لما أكبر. كلنا نتعلم من القصص اللي سمعناهم قبل شوي. صدقنا شفنا أشياء وايدة تعور القلب هالسنة، بس هم شفنا شجاعة وقوة مو طبيعية من أخواننا وخواتنا والأطفال الفلسطينيين، وشفنا مواقف تشرف للوطن العربي من أشخاص يمثلوننا كلنا. أتمنى من كل شخص شاف هالفيديو يدعي بأن الأطفال الفلسطينيين يعيشون بأمان. يعطيكم العافية، بشوفكم على أفتكر أن القضية ما تحتاج مقدمات طويلة ولا كلام، لأن ما في كلام ممكن يعبر عن الوضع الكارثي المتفاقم لأطفال فلسطين وبالتحديد غزة والضفة الغربية، والآن انضمت لهم لبنان. لن أطيل في المقدمة، عندنا نقاط كثيرة بنناقشها فيما يخص شنو نقدر نسوي، فيما يخص ماذا والمبادرات اللي على أرض الواقع اليوم، شنو اللي ناقصها، شنو اللي تحتاجه، وشنو نقدر نسوي في الأيام القادمة. في البداية أرحب بالضيف اللي على يميني، دكتور محمد جمال. دكتور محمد جمال كان في مارس السنة اللي فاتت من ضمن الطاقم الطبي اللي تطوع جزاه الله خير وراح وشاف بعينه وقدم خدمات طبية وإنسانية
في قطاع غزة تحت القصف. شكرا دكتور جمال منا جميعا، وياي يحكي لنا عن تجربته واللي تعلمه وشلون ممكن نستفيد من هذه التجربة. على يساري الأستاذة زينة الزبن. الأستاذة زينة الزبن ممارس في علم النفس ومعالج نفسي، لها باع طويل وتخصصها بالتحديد الأطفال بشكل عام، دعم الأطفال وأسرهم وكذلك الأطفال الأيتام. على يسارها الأستاذة نور القطان. نور القطان تشتغل في مؤسسة أوتشا اللي هي تنسق ما بين المنظمات الدولية فيما يخص عمليات الإغاثة والعمل الإنساني. وأخيرا وليس آخرا صديقتي وزميلتي الأستاذة نوال مول حسين. أخيرا هنا على الطاولة طبعا أستاذة نوال مول حسين. نوال مول حسين محامية تمارس المحاماة من أكثر من 30 عام. هي رئيسة قطاع الحوكمة والامتثال compliance في شركة كامكو، وهي ناشطة قوية جدا في القضايا العربية وخاصة ما يخص الشباب والأطفال في وطننا العربي. ومعانا مشكورين عبر العالم الفضائي دكتور ياسر أبو جامع. دكتور ياسر أبو جامع يرأس منظمة، عشان ما غلط بالاسم، وضع هو رئيس مدير عام برنامج غزة للصحة النفسية، وهو عضو في فريق العمل الذي وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في فلسطين. دكتور ياسر أبو جامع جاي اليوم يعطينا تجربته الواقعية والحالية والسابقة على أرض غزة، فخبراته راح تكون وايد مهمة في سياق حديثنا اليوم. كذلك معانا الأستاذة فيفيان خلف. فيفيان خلف رئيس صندوق إغاثة أطفال فلسطين، لها جهود جبارة في دعم الأطفال الأيتام مع تمكين الشباب، وهي رئيس مؤسس لمكتب خلف وأبو زير، ولديها أكثر من 30 عاما في مجال قانون الهجرة والجنسية. وفي معانا الدكتور طارق مطيرة. دكتور طارق مطيرة هو دقيقة أتأكد بس يرأس منظمة التعاون. نعم يرأس منظمة التعاون اللي هي تساعدنا على فهم التحديات التنموية المعقدة اللي واجهها الأطفال. لديه 25 سنة خبرة في مجال التعاون الإنمائي الدولي، مدير سابق في برنامج الطاقة والمناخ اليونيدو في الأمم المتحدة. أستاذة نور القطان مستشارة في الشؤون الإنسانية، ذكرت طبعا حضورك هنا. ومعانا كذلك مشاركة عبر تسجيل من صاحبة السمو الملك الأميرة دينا مرعد، رئيسة المجلس الاستشاري الفني وسفيرة صندوق الإغاثة، إغاثة الأطفال في فلسطين. نبدأ طبعا برسالة الأميرة دينا. مرحبا بكم جميعا. بداية أود أن أشكركم في دولة الكويت الحبيبة حكومة وشعبا على دعمكم الراسخ والمستمر للشعب الفلسطيني خلال ما مر به من نكبات عدة عبر السنين، آخرها حرب الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة منذ عام. أود أن أشكر أيضا الكوادر الطبية الكويتية التي لم تتأخر عن التوجه إلى غزة لمعالجة الجرحى والمصابين، معرضين أرواحهم للخطر من أجل القيام بدورهم الإنساني. صدقا لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى تقديرنا وشكرنا لكم. I would like to thank Kuwait, your government and your wonderful people for your long-standing support of the Palestinian people throughout the various calamities, including the latest genocide on Gaza.
I would also like to thank the medical doctors from Kuwait who went to Gaza to provide medical aid to the sick and injured, risking their lives whilst performing their humanitarian work. Words cannot express our gratitude for this honorable stand. Of course, big thank you to Mr. Khaled Nasser, who organized this gathering of amazing human beings. And Dalia, of course, for connecting me to Khaled. Thank you all for organizing this memorial for 180,000 Palestinians slain in Gaza. People with hopes and dreams, just like you and me, whose lives were brutally cut short. Newborns, many of whom received both the birth and death certificate within few hours or days. Children who suffered horrific amputations of arms and legs without anesthesia, let alone the trauma of witnessing losing their whole families right before their very eyes. And a whole population denied healthcare and starved as a blatant strategy of war. The sad thing is that we can all recount so many horror stories, each one more shocking than the next. But we are here today, thanks to this gathering, to remind us all that the monumental task of rebuilding and supporting the people of Gaza has not begun in earnest yet, and that we all have to unite to plan and organize so that when hostilities end, inshallah, we can hit the ground running. There is no time to waste. The Palestinians in Gaza are counting on us all. I am a proud ambassador and head of the Technical Advisory Committee of the Palestine Children Relief Fund, PCRF. I've actually been a longtime friend and supporter of PCRF throughout the years. I had the honor to inaugurate the opening of their first and only Huda Al-Masri Cancer Department at Beit Jala in 2013. And since then, I have been a friend to all the efforts of PCRF. PCRF is the largest and longest running Palestinian-led NGO operating in Palestine, focusing on the medical and surgical care of children. It is a 32-year-old organization registered in the USA and has the 501c3 status. In 2024, PCRF received the coveted 4-star Charity Navigator for the 12th year running. In implementing its mission, PCRF either sends medical missions to Gaza, West Bank, Lebanon, and Jordan, or for complicated surgeries, sends children abroad for treatment, including the USA, Europe, and the Middle Eastern region. PCRF also makes sure to strengthen local capacity, either by building infrastructure or by establishing training programs on the ground. Since the start of this genocide in Gaza, PCRF had to pivot its support to perform humanitarian relief work, donating food, hygiene material, medicines, water, milk, etc. As at August 2024, PCRF spent $33.3 million for humanitarian relief alone. As for medical missions, PCRF secured 4 large medical missions to Gaza, performing 600 surgeries and over 1,100 consultations. PCRF managed to evacuate 125 children to the Middle East, USA, Spain, Italy, Belgium. PCRF has also built 2 field hospitals and checkpoints, last of which was utilized for the polio vaccination drive. PCRF has been at the forefront of collaboration, availing itself to the various institutions with the goal of getting the job done, including partnerships with UNRWA, Ta'awun, Rahma, Fajr Scientific, Jordan Hashemite Charity, Red Crescent, Gaza Health Initiative, MAP, WHO, Ministry of Health of Palestine and Social Development, and much more. I will leave the rest to our wonderful chairwoman, Vivian Khalaf, for her to tell you in more detail about PCRF's work, impact, and plans for the 21,000 plus orphans, the rebuilding of hospitals, the formulation of more robust partnerships globally, and much more. I know that the scale of the carnage is too big for any one individual or one organization to take on. As a former fundraiser myself, I believe strongly
of the impact of the continuous small $10 to $15 a month donation to any of these credible organizations. Each individual can do their own donation package, for example, for multiple organizations according to what their budget permits. Imagine if 1 million of us donate $15 per month to one organization, whether PCRF or UNRWA or any other, we can be part of $180 million per year for that organization forever, helping it make proper planning, knowing that it can count on the money coming in. The power of this donation mechanism is limitless. I call it foundational donation mechanism. When I was director of the King Hussein Cancer Foundation, I used to ask big donors, even, who gave us hundreds of thousands of dollars to also join the small monthly donation schemes. Last but not least, we must also support our brothers and sisters in Lebanon who are also under attack. We will remember them today as well. Let us unite our efforts to help as much as we can and as many as we can. Every effort helps. Thank you all for availing yourselves to listen, to advocate, and to help. Inshallah, we will live to see a free Palestine and a healed Lebanon. Thank you. نفتح الجلسة اليوم مع الأستاذة زينة زبن ونوجه لها سؤال يخص التحديات النفسية والعاطفية اللي تواجه الأطفال في مثل هذه الحالات. أستاذة زينة تفضلي. شكرا. أحس أنه وايد ضروري أن ما نشوف واقع الطفل الحالي بس نحاول نفكر في تاريخ الصدمات اللي مروا فيها الأجيال قبل الطفل. لما نتكلم عن الصدمات أو تروما، قاعدين نتكلم عن transgenerational trauma، تروما عبر الأجيال اللي تأثر على تواجد حتى أولياء الأمور والمجتمع كله للطفل هذا. بعدين لازم نتكلم عن الواقع الحالي، إن الصدمات تتكرر، إن تداعيات و التضاعفات من هذه الصدمة متكررة مزمنة ومنتشرة. هذه الصدمات ما تأثر بس على الناحية النفسية أكيد. صوت واضح؟ قربة؟ هي تشمل تشرد، هي بعد الحين؟ مو واضح؟ يمكن لأن هذا مفتوح؟ الحين زين؟ أوكي. لما نفكر بالضغوطات الصدمات والإجهاد اللي قاعد يمر فيه الطفل، هم لازم نفكر بأنه قاعد يمر بتشرد، قاعد يمر بجوع، قاعد يمر بفقدان، فقدان سواء الأهل أو فقدان البيت أو المنزل. أحب أن أستعير شوية من نظرية مازلو، مازلو's hierarchy of needs، وهي الاحتياجات. فيها يمكن يعني مو شاملة، ولكن لما نفكر في احتياجات الطفل أو احتياجات أي إنسان، أول شيء بنفكر في الاحتياجات الفيزيولوجية، physiological needs. شنو هي؟ هي تضمن البيت أو الملجأ، هي تضمن الأكل، هي تضمن الملبس، بعدين إني حق الأمن والسلامة. وهذه نقطة جداً مهمة، لما نمر بصدمات أو بحروب في عدم استقرار دائم ومزمن، في يعني فكرة إن أنا ما أدري شنو اللي بيصير بعد دقيقة، بعد ساعة، بعد يوم. مثل ما تفضلت واحدة من الأطفال، إحنا قاعدين عبالنا بناكل والأمور طبيعية، بعدين انضربنا. فهذا الفكر بأن في عدم أمان، هذه من أهم العوامل اللي تأثر على الناحية النفسية للطفل. وفقدان الأهل، لأن الأهل مصدر الأمان لزمن كبير بالنسبة للطفل، ففقدان الأهل هو فقدان رمز الأمان. تكلم ولا نوقف؟ أوكي. من نظرية مازلو طلعت 9 احتياجات
عاطفية ونفسية للإنسان. الأولى تكلمنا عنها، الأمن security. الثانية الإرادة، وين الإرادة في الوضع الحالي للطفل؟ الانتباه، وهو انتباه الشخصي، التفاعل أو التواصل والارتباط الاجتماعي. فهذه الأشياء حتى نبي نفكر فيها لما نفكر في شلون أقدر أنا أساعد الطفل وشنو احتياجاته في الملاجئ تحديداً للأيتام. نتكلم عن الارتباط العاطفي، الخصوصية، وين الخصوصية لما أنا متشرد وأنا من يوم ليوم ما أدري وين راح أنام. الشعور بالذات، الشعور بالإنجاز، والهدف والمعنى. والهدف والمعنى خاصة لما نكون إحنا شايلين أي نوع من التعليم أو الدراسة أو المساعدات، فهذه كلها أمور محددة لاحتياجات الطفل. شكراً. ننتقل إلى الواقع في غزة ونسأل دكتور ياسر أبو جامع. دكتور ياسر، شنو الأعراض الأكثر شيوعاً بين أطفال غزة؟ تفضل دكتور. الفني دكتور ياسر، سؤالي لك، أتكلمنا بالبداية عن المشاكل النفسية اللي يعانون منها الأطفال بشكل عام، بس حبينا نسلط الضوء على أكثر أعراض شيوعاً بين أطفال غزة في الوضع الحالي مقارنة، خاصة مقارنة فيما سبق 7 أكتوبر. تفضل دكتور. لحظة دكتور. نعم. أي تفضل تفضل. الصوت مسموع؟ تمام. يعني بداية كمان مرة بحب أشكر المنظمين والمشاركين والمتحدثين والحضور طبعا على وجودهم اليوم معنا. حقيقة السؤال مهم جدا، لأنه الناس تتحدث دائما هذه ليست الحرب الأولى أو العدوان الأول على قطاع غزة، كيف يمكن أن يكون التأثير هذه المرة مختلفا. وهنا أود الحديث عن أمرين ضروريين أن نبقيهما دائما في الحسبان. الأول أن أي طفل اليوم يبلغ أو مراهق يبلغ من العمر 14 أو 15 عاماً على الأقل خبر 4 أو 5 حروب ليست بالبسيطة عانى منها جميع السكان في قطاع غزة. تحدث عن على سبيل المثال لطفل عمره 14 عاماً، يعني العدوان العام 2004 كان عمره 4 سنوات في السنة الأولى لروضة الأطفال. وبالتأكيد عندما نحاول نحن كأفراد أن نتذكر ما هو الحدث الذي يمكن أن نتذكره من طفولتنا، غالبا يكون حدثا يعني سارا جدا او حدثا صادما او حدثا سيئا، ويكون في عمر 3 إلى 4 سنوات. هؤلاء الاطفال اليوم، هؤلاء المراهقين اليوم عايشوا على الاقل 3 أو 4 عدوانات، او على افضل تقدير من عمره 5 أو 6 سنوات عايش العدوانات للاعوام 2021 و2022 23 وايضا حتى الان. هذه هي الجزئيه الاولى التي يجب ان نبقيها دائما في البال. الجزئية الثانية هو استمرار هذه الحرب على قطاع غزة لمدة الآن تجاوزت العام بيومين أو بيومين بالضبط. وهذا يعني أن الكثير من الأعراض النفسية التي كنا دائما نراها فقط بعد فترة من الزمن بعد انتهاء العدوان على سبيل المثال، الآن بدأنا نراها أيضا أثناء العدوان بسبب استمراريته. دعوني أوضح أكثر. نتحدث دائما أن هناك فرق بين الأعراض التي تظهر بشكل سريع، الأعراض الحادة عندما تكون هناك أحداث صادمة. على سبيل المثال الأطفال دون سن 6 أو 7 سنوات، التبول اللا إرادي يعود إلى هذه الإشكالية، التبول اللا إرادي. طبعا الأطفال المراهقين، مشاكل النوم، صعوبات النوم، القلق، الشعور بالرعب. الأطفال حديثي السن 3 إلى 4 سنوات، الالتصاق بالأهل، عدم محاولة تركهم أو البعد عنهم. وبعد فترة من الزمن تبدأ بعض الأعراض تظهر مثل آلام البطن، آلام الأقدام، آلام الظهر. ولكن بعد أشهر نبدأ الحديث عن اضطرابات نفسية مثل اضطراب كرب ما بعد الصدمة،
وأيضا هناك تداعيات لاحقة للعدوانات، على سبيل المثال التغيرات السلوكية التي تبدأ تحدث للأطفال، تغيرات على قدرتهم المعرفية، قدرتهم على التركيز، الالتحاق بالدراسة، أدائهم الدراسي مقارنة بالوضع الذي كانوا عليه قبل العدوان أو قبل الحرب. بعد سنة، طبعا أنا أتحدث بعد سنة، ولكن مع مرور العدوان لأسابيع وأشهر بدأنا نرى بعض الأعراض التي عادة ما كنا نراها بعد انتهاء العدوان بفترة، بدأت تظهر لدى الأطفال. وهنا الحديث أكثر عن موضوع التغيرات السلوكية. كثير من الآباء والأمهات يشكون اليوم من عدم التغيرات السلوكية إلى الأسوأ. طبعا الأطفال لم يعودوا يسمعون الكلام، لم يعود سلوكهم كما هو مأمول منهم. هناك بعض المظاهر مثل ازدياد المشاكل بين الأطفال التي قد تكون مشاجرات بسيطة بين الصغار، ولكنها قد تكون أكثر من ذلك بكثير بين الكبار. وطبعا هذا يمس بشكل كبير موضوع النسيج الاجتماعي. وهنا أقف قليلا عن أن للأسف بعد عقود من الزمن من هذا الاحتلال، بعد عقود من الزمن من البقاء تحت هذه الشكل من أشكال الحصار على قطاع غزة، ضعف الموارد الاقتصادية الموجودة داخل قطاع غزة أدت إلى عدم قدرة الأسر على التعامل، عدم قدرة الأسر على توفير الدعم الاقتصادي لأفراد أسرها أو للأسر الأخرى. وبالتالي ازدياد الفقر وازدياد المعاناة. في تقرير قريب الحديث كان عن أن جميع سكان قطاع غزة اليوم هم تحت خط الفقر. إذن وجود الموارد التي تساعد في مساعدة الأسرة بشكل عام، تعطيها نوع من القدرة على الاستمرار بشكل أو آخر، وبالتالي توفير بيئة حاضنة التي تسمح بتوفير جزء ولو بسيط من الحماية للأطفال، جزء ولو بسيط من الاهتمام للأطفال، جزء ولو بسيط من سماع قصص الأطفال ومحاولة احتضانهم تكاد لا تكون موجودة. وبالتالي نتحدث عن الكثير من عوامل الدعم النفسي التي يجب أن تكون حول الطفل في البيئة العادية، هي الآن ليست موجودة في بيئة قطاع غزة لسببين أساسيين. الأول هو بطبيعة الحال العدوان الحالي بكل ما يحمله من صدمات نفسية متكررة للأطفال ونزوح ومشاكل في الصحة وغير ذلك، لكن أيضا يجب أن لا نغفل أن هؤلاء الأطفال تربوا في بيئة ليست داعمة بشكل أساسي بسبب انهيار القدرات والإمكانيات الاقتصادية لدى الأسر وعدم تمكن النسيج الاجتماعي من احتواء كل هذه الهموم والتحديات. لن أطيل أكثر من ذلك وأدع المجال لأسئلة أخرى. شكرا لك. دكتور ياسر تسمعني؟ الآن نعم. أوكي ممتاز. طيب دكتور، ذكرت العوامل المجتمعية والدعم المجتمعي، ممكن نتكلمنا أكثر عن دور العوامل المجتمعية في تخفيف وطأة بعض يعني هذه المشاكل؟ هذا السؤال الشق الأول. راح أسألك الشق الثاني الحين خوفا من عطل فني. السؤال الثاني، هل من بيانات، هل من أرقام متوفرة لحالات أرقام إحصائيات حول الحالات؟ شكرا. يعني الشق الأول، منظومة الدعم الاجتماعي هي منظومة داعمة، ولكن في نفس الوقت يجب أن نبقي دائما في بالنا بعض العوامل. الأول هي أن الطفل ينمو في ويتربى في بيئة، إذا تحدثنا يعني سواء كانت هذه البيئة بشكل يعني الطفل في أشهره الأولى بيئته كلها هي عبارة عن الأم، بعد ذلك يصبح الأم والأب، الأم والأب والأخوة والأخوات، وبعد ذلك سن الروضة تبدأ المربيات في الظهور، وبعد ذلك يبدأ المعلمين في الظهور، ولكن يبقى دور الأب والأم هو دور مركزي ومفصلي. الآن ما يشاهده الطفل الفلسطيني هو غياب أو عدم قدرة الأب على القيام بدوره الأساسي. الدور الأساسي للآباء وللأمهات هو توفير الحماية اللازمة للأطفال لأبنائهم وبناتهم. الأب هو مركز القوة الأساسي بالأسرة، هو الحامي، هو الداعم، هو المساند. ولكن هل يتمكن الآباء اليوم من توفير مكان للسكن لأبنائهم وبناتهم؟ تأكيد لا.
هل يمكن أن يوفروا مكاناً يحتموا فيه من زخات المطر؟ بالتأكيد لا. فقدان الشعور بأن هناك ما يمكن أن نعتمد به على الآباء والأمهات، هذا بحد ذاته تحدي كبير. وعندما نتحدث عن الأسر الممتدة، الجيران، القبيلة، المجتمع الصغير حول الطفل، المجتمع الأكبر، تجد الحال ليس بأفضل بين هذه الأسر. هذا من جانب. من الجانب الآخر، يعني المجتمع الفلسطيني يعتمد بشكل أساسي، وأبحاث كثيرة أجريت، يعتمد بشكل أساسي على الدعم الأسري. مكون الدعم الأسري هو من أهم مكونات الدعم النفسي لدى المجتمع الفلسطيني. نتكلم عن الأسر النووية، الأب والأم والأطفال، أو الأسر الممتدة عندما نضيف إليها الأعمام والأخوال والعمات والخالات والأخوات. للأسف مع حركة النزوح 90% من السكان نازحين، تشتت الأسر بين أماكن مختلفة. بعض أعضاء الأسرة الواحدة تجد الأب في غزة أو في الشمال، وتجد الأم والأطفال في الجنوب على سبيل المثال. فقدان وتيتم العديد من الأطفال، فقدان العديد، وجود العديد من الجرحى، كلها تؤدي إلى عدم قدرة هذا المجتمع بشكله العام أو بشكله الخاص من خلال أسره على تكوين أو تقديم الدعم النفسي والدعم الاجتماعي لذلك. ولذلك نحن قد نتحدث، لو بحثنا من منظور نفسي، قد يتحدث البعض يقول أن ما يقوم به الأطفال من تصرفات سلوكية غير محمودة، إذا أطلقنا هذا التعبير عليها، هي عبارة عن شكل من أشكال الرفض للواقع الحالي، شكل من أشكال الرفض لعدم وجود الحماية، شكل من أشكال الرفض لعدم وجود الغذاء، شكل من أشكال الرفض لأن هذا الطفل يبات في خيمة باردة في الليل وحامية وساخنة جدا في النهار. فهذا الطفل قد لا يتمكن من التعبير عن نفسه بالطريقة المناسبة، فيقوم بالتعبير عن نفسه من خلال هذه الآليات: الرفض، عدم السماع، عدم الطاعة، القيام بكثير من الأعمال التي لا يرغب الآباء بالقيام بها. والأطفال بالمناسبة في سن 5 أو 6 سنوات يكونون غير قادرين على المخلوط في مكانهم، يصبحون عصبيين كثيري الحركة. قد يفهم الآباء ذلك والأمهات على أنه يعني قلة تقدير وقلة احترام وإلى آخره، ولكنه تعبير عن عدم وجود استقرار نفسي كافي لهذا الطفل للتغلب من على كمية الضغوط التي يعتاد إليها. الأرقام حقيقة بدأ، يعني أول مرة في قطاع غزة نتحدث عن أرقام، بدأ كان في العام 2015 عندما تحدثت اليونسف عن وجود 370 ألف طفل بحاجة إلى تدخلات نفسية، وهذا العدد كان تقريبا ثلث الأطفال في قطاع غزة في العام 2015، وهذا كان مبني على إحصائيات ودراسات لها علاقة بأن العدوان في العام 2014 كان يعني طال جميع سكان قطاع غزة، والتوقع بأن ثلث الأطفال بحاجة لتدخلات نفسية. هذه الأرقام لم تختلف كثيرا. في العام 2018 تفاجأت الصحة العالمية عن أن الربع ليس الثلث، يعني كان في تحسن أكثر، ولكن قادة الطفل تحدثت عن أن 8 من كل 10 أطفال هم بحاجة إلى نوع من أنواع الدعم النفسي. اليوم كل طفل في قطاع غزة، من منظوري أنا أعمل في هذا القطاع الصحة النفسية منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن، جميع الأطفال في قطاع غزة تضرروا نفسيا بشكل ليس بالبسيط، وجميعهم بحاجة إلى شكل من أشكال التدخلات النفسية، بدءا بالدعم النفسي لكل طفل موجود في قطاع غزة، وانتهاءا بسقف التدخلات النفسية وهو العلاج النفسي الذي قد يحتاج إليه على الأقل 10% من أطفال قطاع غزة. معلومة أخرى بالتأكيد، ذكرت 17 ألف طفل تيتموا، أكثر من 100 ألف شخص أصيبوا في قطاع غزة، معدل وجود الأطفال في كل أسرة من 4 إلى 5 أطفال. فبالتأكيد هناك أعداد مهولة من الأطفال الذين هم بحاجة، ولو هناك أسرة بها أطفال لم يتضرروا نهائيا، يكفيهم عام كامل من ترقب الموت في أي لحظة، يكفيهم عام كامل من النزوح، يكفيهم عام كامل من الحياة بدون أي مقومات إنسانية بسيطة. أنا فقدت الصوت أيضا. شكرا دكتور. المحور هذا راح نعود له لنناقش بعض الآليات اللي على أرض الواقع،
محاولة رفع المعاناة. بس الحين راح انتقل للشق الطبي والصحي الصحة العامة مع الدكتور محمد جمال. دكتور محمد، مثل ما الكل عارف يمكن، ومثل ما قدمتك في البداية، أنت شفت وشهدت وحضرت، فممكن تشرح لنا وتوصف لنا شلون كانت تجربتك لو سمحت؟ أول شيء أبي أشكر الجمعية الثقافية النسائية على تنظيمها لهذه الندوة في وقت مهم جداً، وهذا مو غريب عليها. يعني الجمعية حسب ما أعرف تأسست عقب زيارة جميلة أبو حيرد، اللجنة اللي استقبلت المناضلة الجزائرية اللي كانت جاية تشكر الكويت على دعمها في النضال ضد الاستعمار الفرنسي. فاللجنة استقبلت جميلة أبو حيرد، أظن هي اللي بلشت العمل التطوعي، فهذا شيء مو غريب على الجمعية. الزيارة اللي رحنا لها، طبعا أنا شفت الأستاذة مهل برجس تدخل، أشكرها وايد لأن كان لها دور مهم جدا في هذه الزيارة، وجمعية الهلال الأحمر مجلس الإدارة السابق، يعني مو شيء بسيط أن تتحمل مسؤولية نفس هذه في أن ترسل فريق وترسل مساعدات إلى غزة في تلك الأوضاع، وكنا تقريبا أول فريق عربي من أوائل الفرق العربية اللي تتوجه في وقت الأمور كانت مو واضحة. هذه أكبر إبادة جماعية موثقة عبر التاريخ. أنا ما في شيء ممكن الحين أقول لكم إياه أنتم ما شفتوه بالتليفون أو بالشاشات. يعني محامية جنوب أفريقيا في منظمة محكمة العدل الدولية قالت طول الوقت، يعني ثانية بثانية، ما في إبادة في تاريخ البشرية تم توثيقها لحظة بلحظة نفس اللي قاعد يصير الحين في غزة. المسألة وين؟ يمكن الفرق الوحيد اللي تحس فيه لما تروح هناك انك تستوعب ان الأعداد اللي انت كنت تنظر اليها كأعداد هم ناس حقيقيين ويحسون نفس ما احنا نحس. يعني لسبب ما انت قد تظن إن الناس بغزة خلاص تعودوا، يعني مو أول حرب، 2014 حرب، 2009 حرب، فممكن هم يعني عندهم نوع من أنواع المناعة اللي مو موجودة عندنا. بس بالواقع لما تروح هم يفكرون ويحلمون ويتمنون ويبون يعيشون ويخافون على عيالهم نفس ما إحنا بالضبط نخاف على عيالنا. يمكن أكثر شيء مؤثر لما رحت غزة ما كان الدم أو الأمور هذه. خلصنا العمليات أول يوم فقالوا لنا في حفلة. حفلة شنو؟ شون حفلة يعني وسط زي؟ قالوا لا، حفلة حق الأطفال. فرحنا ولا ماخذين ساحة كبيرة ومجمعين فيها يمكن 600 طفل ويايبين لهم مهرج اسمه علوش مشهور بغزة يغني لهم ويقول لهم أشياء وكذا. فهني يعني كانت صدمة، أن بديت تحس أن هذيل أطفال حالهم حال أطفالنا، ناس يفكرون نفس ما إحنا نفكر، يبون يعيشون نفس ما إحنا بنعيش. وكانوا يقول لنا الأطفال، يعني واحدة ذكرت لي قالت لي اسمي أروى الأولى على شمال غزة. يعني هاي تعريفها يعني حق نفسها، هي ودها تبي تبين لك، مع أنها طفلة يمكن عمرها 6 أو 7 سنوات، تبين لك أن هي something، هي مو بس مجرد طفل تشوفه في نزاع أو غيره. بالمستشفى الأوروبي في غزة اللي كان وقتها في قطاع رفح أكبر مستشفى في الجنوب اللي اشتغلنا فيه، موجودين 30,000 لاجئ في محيط المستشفى وفي ممرات المستشفى نفسه. يعني الناس ياخذ، شايف السلم أنت لما تصعد فوق الكورنر مال السلم هذا يحطون فيه مثل عباية أو لباس ويتحول إلى هذا البرايفسي الوحيد اللي يحصلونه الأطفال أو يحصلون الناس داخل هذا المستشفى. محيط المستشفى مكتظ، فأنت لما تسمع الحين عن قصف على محيط مستشفى، محيط المستشفى من أكثر الأماكن الحين اكتظاظا في غزة. صورت فيديو حق طفلين وأنا قاعد أمشي،
سألت الولد، حطيته في الانستغرام عندي، سألت الولد شنو اسمك؟ قال لي علي. سألت البنت شنو اسمك؟ قالت إيلياء أخته، وحطيته في الانستغرام. طبعا برا المستشفى ولابسين بجايم زين، يعني عشان أبين لك شلون هم يفكرون، ولا أمهم داشة علي بالانستغرام بعد أسبوعين عقب ما رجعت الكويت، فقالت ترى هذيل عيالي، وعيالي ترى يعني اسمح لنا دكتور الحين ظروف حرب، فهم كذي لابسين، ولا هم شايف شلون أنت لما مرات مثلاً أحد يأخذ عيالك ويوديهم مكان وأنت مو عاجبك اللبس هذا اللي هم لابسينه، زوجك مثلاً أو كذا، ليش ملبسهم هاللبس أو كذا؟ فتقول لي هم مو عادتهم يلبسون كذي، وتوريني صورهم في حفل التخرج، وتوريني صورهم بالعيد شنو لابسين، وتوريني كذا. فهذه القصص اللي أنت تشعرها لما تروح هناك، لما تعيش الواقع وتشوف أن الموضوع مو موضوع أعداد، الموضوع موضوع حقيقي، الصدمة لك من هالناحية. كانوا بالمواصي قبل فترة، قبل أسبوعين أو ثلاث، هي كانت متواصلة معاي بشغلة، فصارت القصف قبل أسبوعين اللي اندفنوا بالرمل الناس في المخيم، تذكرون؟ طبعا القصص والمجازر والبشاعات، الحين أنت قاعد تتكلم عن 3700 مجزرة، 250 ألف طلعة جوية، ربع مليون طلعة جوية ألقت 100,000 طن من القنابل. الأعداد اللي موجودة الحين اللي تقريباً 50,000 شهيد، في دراسة نشرت في مجلة اللانست اللي هي أهم مجلة طبية حالياً، أحد مؤلفين هذه الدراسة مستشار طبي حق الحكومة الإسرائيلية، يعني دراسة محايدة جداً، وتخصص هذا الباحث هو في تقدير أعداد الضحايا في الحروب والنزاعات. يقول العدد الحقيقي تقريبا حق الشهداء 3 إلى 4 أضعاف العدد المعلن. يعني أنت قاعد تتكلم، هالحكي كان قبل شهرين أو 3 أشهر انتشرت الدراسة، كان يقدر وقت الشهداء 200,000، فأنت الحين قاعد تتكلم عن 200-300,000، يمكن 10-15% من تعداد سكان غزة كلها. الأعداد الجرحى مهولة أكبر بكثير من اللي قاعد تقرأ. التأثير على النساء الحوامل فظيع جدا، يعني أكو حدث مشابه، شوية مشابه، لأن ما في شيء مشابه حق اللي قاعد يصير. الحدث كان حصار أثناء الحرب العالمية الثانية للنازيين لمدينة في هولندا، في وايد دراسات على هالحصار، دراسات طبية. الحصار استمر لفترة 8 أشهر، وفي هذا الحصار بدأ إلقاء المساعدات من الجو، السويد كانت تقود المساعدات في وقتها. فالدراسات على النساء الحوامل تقول إن الأطفال اللي ينشون معرضين للأمراض النفسية ب3-4-5 أضعاف من النساء الحوامل العاديين اللي كانوا يعيشون بدون مجاعة، وايضا معرضين حق امراض القلب، امراض السرطان وغيره. فالتاثير اللي نسميه ما فوق الجيني حق الحوامل كبير جدا على الاطفال في المستقبل، غير التاثير على الاطفال اللي موجود الحين. الجرحى كثيرين، اكثر بكثير من المعلن، عدد الشهداء اكثر بكثير من المعلن، اول مره بالتاريخ الكلام. المشكله ان احنا الحين قاعد نتعود، كلنا قاعد نتعود من كثرة التكرار حق اللي قاعد يصير، بس قاعد يصير مو طبيعي. لازم نذكر نفسنا ان الموضوع لم يتكرر، لم يحدث في تاريخ البشرية. يعني الحدث الوحيد في تاريخ البشرية المشهور للأطفال الماسكر اوف ذا انيسنتس، واللي هو الحين بس تدشي بأوروبا لازم في لوحة حق الماسكر اوف ذا انيسنتس، اللي هو لما ملك يهودا قالوا له انه راح ينولد احد في بيت لحم وياخذ ملكك، قتل الأطفال في بيت لحم والناصرة وما حوالينها، وتقدر الأعداد بيمكن 10,000 20,000 طفل. هذه يمكن القصة الوحيدة اللي الآن ما لها إثبات حقيقي، بس قصة تراثية معروفة للأطفال، ما في قصة غيرها للأطفال. نفس اللي قاعد يحدث الآن في الإبادة اللي حصل في غزة. في بداية الحرب طلعوا دكاترة وايد قالوا إنه احنا اول مره في حياتنا نشوف اطفال في المستشفى ما لهم اي احد بالعائله،
من أجيال مختلفة انفنوا والولد موجود الحين، خلصنا العملية خلصنا كذا، عمره 6 و7 سنين، ما ليش نسوي فيه في المستشفيات؟ هذا الحكي متى طلعوا؟ كان أعداد كثيرة في أوائل الحرب، الحين من كثر ما هالشيء صار عادي ما حد قاعد يتكلم عنه زيادة. فأرد مرة ثانية حق القصة اللي هي في المواسي كانوا والقصف اللي دفن الأطفال، فسألتها شلون هم كانوا موجودين هناك، فسألتها قبل أسبوعين قلت لها صار شيء، قالت طلعتهم من الرمل، اندفننا كلنا بالغصب، طلعت علي وإلياء من الرمل هذا. فتخيل هذيل الاثنين انت بالصدفة شفتهم، وهم طبعا انزحوا كل أسبوع كل شهر ينتقلون من منطقة إلى منطقة، الخيمة مالتهم القديمة ما يقدرون ممكن ينقلونها، لازم يحصلوا خيمة جديدة. شيء اللي قاعد يصير ما راح نعرف حقيقته إلا لسنوات قادمة. دكتور، بما يعني أنك أنت لازلت متواصل معهم الحين، هل تغير الوضع مؤخراً؟ شلون اختلف؟ إذا اختلف؟ الوضع احنا قاعد نتكلم عن شهر 3، الحين 7 أشهر من شهر 3، الأمور وايد أسوأ مما كانت من الناحية الطبية. المستشفيات الحين المستشفى الأوروبي دخلوا رفح، من أول ما دخلوا رفح إلى الآن المستشفى الطبي ما يشتغل. الأمس الحين في حصار حق شمال غزة، شمال غزة محاصرة من أوائل حرب الإبادة، الحين في حصار مشدد. جباليا مثلا على سبيل المثال تجوع بشكل مقصود، ومجازر متكررة يوميا الآن في جباليا. المجاعة وايد أسوأ مما كانت، الرعاية الطبية شبه معدومة. الأمس كان هناك إخلاء، أمر بإخلاء مستشفى كمال عدوان ومستشفيات كثيرة موجودة في شمال غزة، فلا توجد رعاية طبية. غير عدم وجود الرعاية الطبية، البيسك نيسيسيتيز اوف لايف اللي هي من أوائل الحرب كانت مفقودة لا تزال مفقودة بشكل أكبر بكثير. في صعوبة وايد أكثر لإدخال المساعدات، يعني احنا لما دخلنا من معبر رفح كانت يمكن 3 لينات للشاحنات معطلة لمسافة يمكن 3 أو 4 كيلو من معبر رفح. الحين معبر رفح مدمر، ما عندك إلا المعبر اللي موجود بالشمال، نعم كرم بوسالم، نعم، والمساعدات دخولها صاير وايد أصعب من قبل حاليا. فيعني الكارثة من كثر ما هي كارثة يعني ما تدري شلون تصف الوضع الحالي مقارنة بالكارثة اللي حصلت منذ البداية. يعني ننتقل إلى الجانب التعليمي، احنا الحين بنوقف محطات وبعدين بنرجع نركز في مكان معين، بس البنية التحتية التعليمية بعد دمرت تماما في المناطق المقصوفة واللي فيها حرب، وبالإضافة إلى تسكير المدارس في لبنان جميعها، يعني والمدارس اللي مفتوحة كملاجئ للاجئين والنازحين. السؤال هذا موجه للدكتور الأستاذ طارق مطيرات، أو الدكتور طارق مطيرة، في مسألة ترميم العملية التعليمية في فلسطين بالدرجة الأولى في المناطق المنكوبة طبعا في غزة، وشلون ممكن، ما أدري إذا يسمعني ولا لا دكتور طارق، تسمعني؟ شكرا رنا، ومساء الخير للجميع، ومساء الخير للحضور في الكويت الشقيق وأهلنا وأصدقائنا، وشكرا على الدعوة للمشاركة معكم. بس حبيت أتأكد الصوت واضح؟ واضح، بس صوتي واصل؟ نعم. تسمعني؟ نعم سامعكم كويس. كان السؤال عن التعليم ووضع التعليم في قطاع غزة، وصحيح قبل ما أدخل في الموضوع، بس يعني اللي ما بعرف، التعاون هي مؤسسة فلسطينية شغالة في جوانب متعددة من مواضيع التنمية في
كل مناطق التواجد الفلسطيني وكمان في المخيمات في لبنان. بالنسبة للتعليم في غزة، احنا أقمنا ورشة عمل قبل تقريبا 3 أسابيع في رام الله، لناخذ نوع من جس النبض عن واقع التعليم المدرسي. وطبعا يمكن انذكرت الإحصائيات في المقدمة لما ذكروا اليونيسف، عم نحكي عن 300 عن 650 طالب وطالبة حرموا من العملية التعليمية وغيرها من ضياع سنة كاملة من العملية التعليمية. فكان السؤال شو الحل، يعني شو العمل في ظل الظروف الحالية. طبعا ما حعيد وأقول إنه ظروف صعبة، تنقل مستمر، الأطفال عم بيعيشوا تحت حالة من عدم الاستقرار والأمن مستمر يوميا، يعني ومواجهة العنف الريكيرنت فايولنس اللي عم بيصير يوميا وليليا عليهم من خلال الهجمات. ف عندنا يعني 3 محاور للحديث عن إعادة واستعادة حق التعليم والتعلم، لأنه هذا جوهري. وكمان لما بدي أقول أنتقل بس بالحديث عن التعليم والتعلم، التعلم فيه له كمان بعد في التعامل مع الوضع النفسي اللي بمر فيه كل أطفال غزة اليوم. بدون حلقة آمنة للتعبير عن الوضع والحديث عنه، تتفاقم الحالة النفسية عند الطلاب. فالحلول الحلول الموجودة أمامنا إنه توسيع التعليم المجتمعي المبني على الطرق التقليدية القديمة، حلقات التعليم اللي موجودة في مراكز التعليم الإيوائي، اللي مراكز الإيواء المتنقلة. وهذا بيتطلب إنه طبعا بناء قدرات مجموعة كبيرة من المدرسين والمدرسات، اللي حاليا طبعا حتى الدخل تبعهم ما عاد موجود وما عاد موجودين، في تواصل مع هدول الأطفال وبناء نوع من التعليم. الأونروا طبعا عندها 300 ل 350 ألف من الطلاب هدول. عم بتحاول طبعا الأونروا كهيئة مسؤولة عن التعليم للاجئين الفلسطينيين برضو باستعادة العملية التعليمية بطرق مختلفة، لكن كله زي ما حكيت مبني عن إيجاد طرق إيصال العملية التعليمية بطريقة آمنة في ظل ظروف غير طبيعية تحت الطوارئ. وأنا بدي أزيد صوتي لصوت الأصوات اللي ذكرت سابقا، وبالذات ياسر اللي ذكره، لأنه معاناة الأطفال في غزة الآن معاناة البعد النفسي والاجتماعي كبير كبير جدا، يعني مش طبيعي. يعني عم نحكي احنا عن جيل كامل فقد شعور بالأمن، واي عملية إعادة للتعليم والتعلم لازم تكون مبنية على إعادة إخراج المناهج التعليمية بحيث تتجاوب مع الحالة النفسية الجديدة. يعني ما بنقدر نقول خلينا نرجع المنهج الموجود في المدارس ونحطه لأطفال غزة، لا، هذا ما بزبط. هيك أنا تقديري، يعني بدنا نفكر بطريقة جديدة في عملية إخراج العملية التعليمية في غزة. هذا بس تعليقي بشكل سريع عن التعلم المدرسي. خليني بس أحكي بشكل سريع عن التعلم الجامعي، لأنه أطلقنا كتعاون مبادرة سريعة للتعلم الجامعي سميناها إسناد. وجدنا إنه جامعات غزة طبعا تم استهداف، بنسميه إحنا الإبادة التعليمية. الإبادة التعليمية هو جزء من الإبادة الممنهجة اللي بيستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على كل مقومات الحياة الفلسطينية في غزة. صارت الإبادة الطبية اللي ذكرت سابقا، والآن الإبادة التعليمية. والإبادة التعليمية هي مش بس كمان تدمير البنية التحتية الفيزيائية للجامعات، بينما كمان خلق انهيار في مؤسسات التعليم العالي زي الجامعات الأساسية في غزة، جامعة الأزهر، الجامعة الإسلامية، جامعة الأقصى. فإحنا ارتئينا أنه من الضروري كل محاولات دعم إعادة التعليم الجامعي في غزة تركز على دعم هاي الجامعات في الاستمرار، مش بس نلاقي منح لطلاب غزة يدرسوا برا. يعني هذا ما بحل المشكلة، إحنا لازم نعيد ونبني مؤسسات التعليم العالي. ومن هذا المنطلق أطلقنا مبادرة اسمها إسناد، لجمع محفظة استثمارية لجمع تمويل لتغطية رسوم طلاب غزة يدرسوا في جامعات غزة. ومن خلال الرسوم هاي طبعا رواتب المدرسين والباحثين والإداريين في الجامعات تقدر تندفع، والجامعات تقدر تستمر في الفضاء الافتراضي ولو إنه انهارت البنية الفيزيائية.
هذول المبادرتين اللي حبيت أطرح التفكير عنهم في عملية استعادة التعليم والتعلم بوث على المستوى المدرسي وعلى المستوى الجامعي، وشكرا وبرجع لكم. شكرا دكتور طارق. طيب هل ممكن تعطينا فكرة عن بعض قصص النجاح من مبادرات ناجحة في سواء في إطار دعم الأطفال بشكل عام، يعني بالصحة النفسية أو في التعليم؟ والسؤال كمان موجه للأستاذة فيفيان خلف، نفس السؤال. شكرا. يمكن انا بترك الجواب لفيفيانا بعد تعليق بسيط. احنا لما عملنا ورشه العمل استندنا لطريقه اهل غزه في التعامل مع الازمه، كيف عم بيستعيدوا التعليم. وصحيح الانسبريشن بيجي منهم، يعني احنا ما في داعي في برا نفكر كيف بدنا نحل مشكله اعاده التعليم والتعلم، لانه في مبادرات على مستوى المجتمع المحلي متعدده وكثيره. يمكن الوقت ما بيسمح الان اذكر كل الاسماء، لكن في مبادرات جميله جدا جدا ومؤثره، وبجهود فردية وأحيانا بجهود يعني بسيطة جدا 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 لإعادة نوع من الحياة الطبيعية الإنسانية في ظروف صعبة كثير. والمبردة كثير. شكرا، بوقف هون وبنقل الميكروفون لبيبيان. شكرا شكرا رنا. أنا بدي أحكي بالإنجليزي لو سمحتي، and I'll try to alternate between English and Arabic, but English is my first language. I want to thank, I think every Kuwaiti that is in this room this evening for their consistent support of the Palestinian people, and especially our people in Gaza. It is beyond my gratitude cannot be expressed enough, especially for the medical professionals that have come into Gaza and risked their lives to save others. That is something we see. This is something that we talk about all the time. I'm here in the United States in the belly of the beast. And it is a challenge, okay? It's a challenge to bring our story to the streets here in the United States. But my job as the chairwoman of the Palestine Children's Relief Fund is easy because we're dealing with children. And who cannot but support children? And when you ask me about successes, any successes that we've had throughout this last year in Gaza, it's very, very difficult to describe anything as a success. As much as we've done as PCRF, as Ta'awun, and the many hundreds of organizations that are in Gaza today doing good work, it's a drop in the bucket. It's a drop in the ocean. يعني ما مبين شيء صراحة. Other than we're continuously attempting to ensure that our people survive and live not only till the next day, but to the next minute. The PCRF and other organizations that were historically focused on one area, we are medical and surgical relief. And we usually, in the last 30 years, have operated in an environment of relative peace, if that's ever been such a thing in the past 76 years in Palestine. But we've had the luxury of being able to do things at our own pace. Hala, we've been forced to turn into a disaster relief organization. And that's not something that we have ever had to do, working under conditions of ongoing violence and ongoing bombardment and ongoing war. And we have pivoted and we've been successful. Here's a success in being able to be flexible and agile enough as an organization to attend to the immediate need of the population. But all of our surgical and medical expertise has now been pivoted to focus on urgent humanitarian relief, to keep these children able to eat and able to live and survive. And only if they're living, you know, are you able then to attend to their other social and psychological and other needs. But the primary objective here is to keep them protected, keep the nutrition flowing, keep the shelters over their heads, et cetera. And if we've been able to even slightly help in that area, we've been successful. PCRF has been successful, Ta'awun has been successful, MAP has been successful, and the many other hundreds of organizations who continue to be on the ground. And let me tell you, we have not stopped working for one day.
since this current genocide has begun. Our staff, to the extent that we're in contact with them, has been working every single day. That in and of itself, I think, is a story of success, not only for the organization, but for our people as a whole. I hope I answered your question, Dana, but it's difficult to pinpoint programmatic successes. I completely understand. Yeah. Thank you. نوال ملا حسين. نوال اشتغلت على مبادرات ولا زالت تشتغل على مبادرات في لبنان، ولها من التجربة في مجال دعم الأطفال الأيتام ما ممكن أنه يفيدنا في هذا السياق. ممكن لو سمحتي نوال تسبين في هذا الموضوع وتكلمينا عن أفكارك في نوع المبادرات اللي ممكن نطلقها من الكويت اللي تدعم الأطفال فيما بعد، يعني إن شاء الله انتهاء الحرب أو في الأيام اللي إحنا فيها الحين. شكراً. سوري، في سؤال موجه لحد فينا نحن on the screen. مش سامع شيء أبداً. لا، السؤال موجه للأخت نوال ملا حسين عندنا هنا على البوديوم. شكرا. أوكي، أنا حابة أبدي إن هذا التجمع اللي هنيك، يعني الحاضرين كلهم أكيد مهتمين جدا، ولا كم حضروا، فأتمنى إن نقدر نطلع من هذا اليوم بفكرة يعني نطبقها على أرض الواقع. وتجربتي بس يعني بقولها لأن من باب إن الواحد يعني ساعات يقعد يفكر شنو أقدر أسوي، بس يقدر يعني يقعد يفكر شنو أقدر أسوي وما يسوي شيء، بس لو يبادر ويبلش يحس بعدين الطريق يصير مفتوح ويصير ويكتشف إنه وايد أسهل مما كان يعني يتوقع. بعد حرب 2006 بلبنان، مباشرة بعد الحرب أنا كنت بلبنان وطلعت من لبنان وسوينا مجموعة صغيرة وبلشنا نسوي أنشطة نجمع منها تبرعات عشان النازحين بلبنان اللي هم بنفس الوضع اللي فيه اليوم بالضبط، النازحين من الجنوب اللي راحوا بيروت. قدرنا يعني بذاك الصيف كذي بكم نشاط بسيط نجمع مبلغ، خلصت الحرب الناس رجعوا قراهم بالجنوب، وبلشنا أنا والمجموعة اللي كانوا معاي نروح واحد واحد الجنوب نمر على البيوت اللي تأثرت واللي تأثرت مثلا محلاتهم وغيرها ونوزع المبالغ. بعد ما انتهت المبادرة هذه عن طريق واحد من الأصدقاء بلبنان قال لي إيش ما تروحين مخيمات لاجئين فلسطينيين اللي بلبنان. صار فيني أوكي خلينا نجرب، يعني ما عمري فكرت فيها قبل بس كنت أعتقد إنه شيء وايد صعب يعني. فبلشت عن طريق ناس أعرفهم هناك ويشتغلون بجمعيات خيرية وعندهم علاقات داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان. دخلت أكثر يعني أول شيء برج براجنة وصبرا وشتيلة ومخيمات اللي داخل بيروت، بعدين قمنا نتوسع شمال جنوب البداوي العين الحلوة كل تقريبا كل مخيمات بيروت دخلتها. فطبعا مع تزايد عدد الناس اللي كانوا يبوني أوصل لهم من الكويت وغيره فلوس وكذي، قررت إن لا خلنا أسوي الموضوع رسمي وأسس جمعية بلبنان اسمها الفجر، هالحكي ب 2008، وجمعية رسمية مرخصة وصرنا يعني نتولى عدة أشياء بشكل أساسي، منها كفالة أيتام. فكان في تقريبا 60 يتيم يعني حصلنا لهم كفلاء داخل الكويت، وموضوع التعليم اللي هو ركزنا عليه وايد. موضوع التعليم كان بالنسبة لي أساسي لأن لما دخلت يعني بيوت معظم البيوت اللي داخل المخيمات كنت أشوف إن إذا ما بنيت إذا ما عطيت الإنسان القدرة على إنه يشتغل ويعيل نفسه، أنت بالنهاية كل الكاش اللي قاعد تعطيه ضايع بأشياء يومية يعني بأكل وشرب وخلاص رايح، مو قاعد تبني شيء. فحسينا وقتها إن موضوع التعليم أساسي
ودعم التعليم الجامعي بالذات من الطلبة المتفوقين اللي كانوا يبون يدرسون مثلا طب وهندسة وكذي. وقدرنا خلال يعني أنا تقريبا وقفت شغل بالجمعية لما صار موضوع البنوك صعب والوضع الاقتصادي صعب وسحب الفلوس صعب بلبنان اللي هو 2020-21. بس بهال 12-13 سنة قدرنا نخرج يعني عشرات الطلبة، يعني ممكن أقول 50 أو 60 طالب تخرجوا بالكامل من دعم الجمعية. في مبادرة ثانية اليوم سمعت عنها وايد عجبتني وحسيت إنه يعني لما نقعد إحنا نقول شنو نقدر نسوي ونحس بالعجز. اليوم قاعدة أسمع بودكاست حق صحفي بريطاني اسمه أوين جونز، قاعد يقابل شخص أعتقد أصله فلسطيني إذا ماني غلطانة، نسيت شنو اسمه، رجب something، عايش ببلجيكا. فيقول هو مع مجموعة أصدقاء، يقول معظمهم قانونيين، قرروا إن لازم يسوون شيء، ما يقدرون يقعدون كذي بس يطالعون. فلأنهم أغلبهم قانونيين بلشوا يجمعون ملفات جنود إسرائيليين عندهم جناسي أوروبية، عرضوا على their social media accounts جرائم هم ارتكبوها عشان يقاضونهم في بلدان، في البلدان اللي يحملون جناسيها مثلا في بلجيكا بفرنسا يعني بريطانيا بعض الدول، كنوع من الضغط. فجمعوا للحين 1000 ملف. فهذه يعني وانا اسمعها الصبح اقول يعني الواحد ساعات يقول خلينا نسوي شيء، بس يقعد يدور بهذه الحلقه اللي خلينا نسوي شيء خلينا نسوي شيء وما يسوي شيء. جهد جبار الصراحة، جهد جبار. وقال عندنا اليوم 1000 ملف جاهز لتقديم دعاوي ضدهم بجرائم هم صوروها وهم نشروها وتعتبر جرائم حرب بالقانون الدولي. فأنا ودي اليوم يعني إحنا من هذا التجمع نطلع بشيء يعني نتفق عليه. يعني مثلاً إحنا قاعد نتكلم اليوم عن الأطفال تحديداً، موضوع الأيتام، شلون نقدر مثلاً هل نمول ولا نأسس داخل غزة دور للأيتام، أو مثلاً نمول جمعيات موجودة داخل غزة بكفالة أيتام بطريقة منظمة يكون فيها طبعاً يعني رقابة بشكل أن نتأكد أن هالفلوس توصل حق الأيتام. إحنا مسوين طبعاً أنا ومجموعة أصدقاء أيضاً بمبادرات شخصية من ناس نعرفهم داخل غزة، حاولنا إن يعني يمكن 15-16 عائلة بس إن كذي بشكل بسيط نوفر لهم احتياجاتهم الشهرية، بس نقدر نسوي هذا على بيج سكيل بس بشكل منظم. طبعاً الطريقة اللي نقدر نسويها بالكويت بشكل قانوني حسب يعني القوانين بالكويت إنه لازم عن طريق طبعاً جمعية مرخصة بالكويت بالتعاون مع جمعية مرخصة في فلسطين مسجلة مع الخارجية بالكويت. فلازم نراعي هذه الأمور أيضاً يعني. بس أتمنى أو مثلاً ندعم التعليم بالطريقة اللي سويناها بالمخيمات يعني بلبنان، بس مثل ما أحد من اللي تكلموا من فلسطين قالوا إن جمعوا سووا حملة لتجميع مبالغ لدعم الطلبة في غزة عشان يقدرون يدفعون رواتب الدكاترة مثلاً ولا الأساتذة في الجامعات اللي قاعد يدرسون اليوم أونلاين. أنت يعني بالنهاية فت الطالب وفت الدكاترة أو يعني المدرسين والستاف اللي هناك، وقدرت يعني ترجع خلي الطالب يتعلم. سواء في وايد طلبة أعتقد بغزة الحين موجودين بمصر أيضاً، أكيد يعني انقطعت السبل اللي كانوا يعني عن طريقها يدفعون رسوم تعليمهم. فمثل هالمبادرات أعتقد وايد سهل نسويها وإحنا من الكويت، بس مع connections الصحيحة مثلاً مع التعاون ولا مع PCRF ولا مع أي لجنة يقدرون يقترحونها علينا يعني تعمل داخل غزة hands on ويوصلونا حق مجموعات يعني تستحق الدعم. وبس ما أدري إذا في شيء ثاني ما غطيته أنا. شكرا أستاذة نور القطان. بحكم يعني عملك مع مؤسسات المجتمع المدني الدولية على المستوى الدولي
ومنظمات اليو ان. في الجانب الآخر من العمل يعني مقارنة بالمبادرات المحلية أو الفردية اللي تكبر طبعاً واللي ممكن يعني تعمل ككرة ثلج، بالمقابل المؤسسات الإقليمية الكبيرة اوريدي بادية كبيرة وفي تنسيق بين حتى هالمنظمات، وهذا أفتكر لها علاقة في صلب عملك. يعني ممكن تكلمينا شلون التنسيق هذا حصل في الفترة الأخيرة، وخاصة فيما يخص الحرب الحاصلة وبالتحديد للفئة اللي قاعد نتكلم عنها اللي هي فئة الأطفال والأيتام. مشكوري. بداية حبيت أشكركم على الدعوة والتنظيم، وإجابة لسؤالكم، الأمم المتحدة طبعاً تشارك بتنظيم المجموعات culture cluster approach، وحالياً بالأراضي الفلسطينية المحتلة في نظام مجموعات عندهم يعني يجمع بين المنظمات الإنسانية بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وشركاء المحليين أيضاً حول قطاعات محددة مثل يعني على سبيل المثال الصحة والتعليم والحماية. وكل مجموعة عندنا احنا تقود منظمة معينة، تقودها منظمة معينة يعني بناء على اختصاصها. يعني على سبيل المثال لو نشوف قطاع الصحة، عندنا منظمة الصحة العالمية WHO as the lead cluster in this instance. وطبعا من المهم ان نذكر ان عندنا طبعا الأونروا كعضو في نظام المجموعات او نظام الكلستر ابروتش يعتبرون هم المنظمة الأساسية للاستجابة الإنسانية في غزة. وتقريبا يعني لو نشوف بعض الإحصائيات نقدر نقول تقريبا كل فلسطيني في غزة حصل على شكل من أشكال المساعدة أو الحماية من الأونروا في العقود السابقة. من تجربتك هل ممكن يكون التنسيق عائق في بعض الأحيان مقابل أن المنظمة أو المؤسسة يعني مؤسسات النفع العام أنتم تشتغلون معها، صح. هل ممكن هذه الحركة التنسيقية أو الحاجة للتنسيق عشان التحرك كتكتل يعيق بدل ما يساعد؟ صعب المتابعة. وهو طبعا يعني التنسيق له يعني بعض العوائق، وبس يعني ممكن نقول ان اكبر عائق للتنسيق هو عدم التنسيق، لان من غير التنسيق يعني ما نقدر نضمن العداله بتوزيع المساعدات. يعني ممكن مجموعه او فئه معينه يعني تحصل على بعض المساعدات الانسانيه مثلا اكثر من مره مرتين ثلاث، وبعدين بنفس الوقت يعني نجهل مجموعة ثانية ما يوصل لهم شيء. ومن ناحية يعني سرعة الوصول للمساعدات مع التنسيق، احنا يعني لما نتكلم عن the cluster system يعني هذا السيستم نقدر نقول يعني نظام عريق و well established فيعني ومؤهل انه يستجيب بسرعة سريعة بحدوث اي أزمة. السؤال حاليا مثل ما يقولون the way forward، ممكن نسمع من جميع المشاركين شنو من أفكار ممكن تتنفذ وشنو فيما بعد يعني انتهاء الحرب، شنو من أفكار وشنو من حاجات ملحة بعد توقف الحرب ممكن أو نحتاج أن نحن نبادر فيها أو محتاجينها على أرض الواقع. منو يبادر فيها؟ مو هذا السؤال، بس ما هي المبادرات اللي محتاجينها لما الحرب توقف؟ وممكن أبتدي مع الأستاذ ياسر، الدكتور ياسر بجامع كونه على يعني شغال في الساحة، وبعدين ناخذ الدكتور طارق إذا ممكن، وبعدين نرجع لي الطاولة.
وبعدين نسمع طبعا اكيد من ندى. انا ما سمعت السؤال بالضبط، معلش مره ثانيه، الصوت مش كثير واضح. يمكن الو ايوه اي، كان السؤال وموجه لجميع المتحدثين. اوكي شنو المبادرات الملحه اللي نحتاج نشتغل عليها بعد توقف الحرب للفئه المستهدفه الحين اللي هم الاطفال والاطفال والايتام، الاطفال بشكل عام والاطفال الايتام؟ نبتدي مع دكتور ياسر ومن بعدها حضرتك دكتور طارق ومس فيفيان، وبعدين نرجع مرة ثانية للمتحدثين اللي على الطاولة. شكرا. شكرا على السؤال. يعني حقيقة احنا نتحدث عن اكثر من جانب. الجانب الاول هو وقف جميع التهديدات التي تمس فئة الأطفال في قطاع غزة، وهذا لا نتحدث هنا فقط عن وقف العدوان أو وقف إطلاق النار، وإنما أيضا توفير الغذاء اللازم لهم، توفير الماء اللازم لهم، توفير أماكن السكن اللازمة لهم، حتى وإن كانت أماكن مؤقتة. الحديث عن أن 80% حتى الآن دمر من قطاع غزة، ولا تزال هذه الحرب العشواء والمجنونة قائمة وتحدث. فالجانب الأول هو العمل على ضمان شعور الأطفال بالسلامة داخل بيئتهم الخاصة وداخل أسرهم الصغيرة، فهذا جانب أساسي ومهم جدا. لا يمكن أن نتحدث عن نمو سليم للأطفال سواء كان جسدي أو نفسي أو اجتماعي أو عاطفي دون أن تكون هناك حالة من السلامة البيئية في بيئة الطفل والشعور بالأمان وأنه لم يعد مهددا. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر، دائما ما ننصح بأهمية عودة الأطفال إلى روتين حياتهم اليومي، وفي مقدمة ما ينبغي للأطفال أن يعودوا إليه هو التعليم والدراسة. محاولات العودة إلى التعليم والدراسة يعني كما تفضل الزملاء والزميلات هي دائما تجري على قدم وساق، وحتى يعني هذه ليست جديدة، ليست من شهر أو شهرين، حتى في شهر 4 أو 3 من 7 أو 8 أشهر كان هناك بعض المحاولات البسيطة للعودة إلى التعليم. التعليم بالنسبة للفلسطيني هو طوق النجاة، هكذا تربينا وهكذا نربي أبنائنا وبناتنا، لأنه هذا الأمل الموجود عندنا أن الجيل القادم سيتمكن من إعادة بناء بلده، سيتمكن من النهضة به، سيتمكن من عمل 1، 2، 3، 4 يكون دولة فلسطينية يعني قادر على الحياة وقادر على كمجتمع فلسطيني نعلم كم من العطاء يستطيع الفرد الفلسطيني من شباب وشابات من تقديم. فالعودة إلى العملية التعليمية مهم جدا جدا، حتى وإن كان في نماذج بسيطة، ولكن هذه النماذج بالتكاتف يمكن أن تنمو وتكبر. الجانب الثالث وهو الذي لا يقل أهمية هو أننا يجب أن نتحدث دائما ونعطي الأولوية للصحة النفسية. التدخلات النفسية والاجتماعية هي هامة جدا جدا جدا، ويجب أن لا تخلو من أي منظومة وأي خطة عمل تتعلق بإعادة بناء قطاع غزة وإعادة التنمية لقطاع غزة، أو تدخلات سواء كانت إنسانية عاجلة أو تطويرية أو تحت أي مسمى كانت. عندما نتحدث عن التدخلات النفسية والاجتماعية نتحدث عن 4 مستويات من التدخل. الأول تقريبا تحدثت عنه هو الشعور بالأمن والسلامة. الثاني هو تقوية الدعم الأسري حول الطفل. هنا نتحدث عن أهمية كبرى لتوفير التعليم أو التدريب الصحي والنفسي لأسر الأطفال، توعيتهم، التوعية النفسية للأسر في المجتمع الفلسطيني بشكل عام، كيف يجب لهم أن يتعاملوا مع أطفالهم، كيف يجب لهم أن يسهلوا على أطفالهم التقدم بحياتهم ونسيان ما تعرضوا له، أو إعادة تشكيل الخبرات التي تعرضوا لها بحيث يكونوا يشعروا بأنهم الناجين وليسوا فقط الضحايا، وإنما نحن نجينا من هذا وهذا وهذا، وعلينا الاستمرار في عملنا بشكل إيجابي. الجانب الثالث هو والرابع تتعلق باللجوء
إلى الجهات التي تستطيع أن تقدم الرعاية النفسية اللازمة، سواء بمستوى الإرشادات والتدخلات البسيطة والتي تبحث في الأعراض النفسية لدى الأطفال ولدى أهلهم، تقدم من مستويات من مؤسسات كثيرة داخل قطاع غزة، وأيضا من المدرسين أو عفوا من مرشدي المدارس على سبيل المثال. فهذه التدخلات موجودة بشكل أو آخر. وعلى المستوى الرابع، تدخلات المتخصصة التي في مقدمة مزوديها برنامج غزة للصحة النفسية للمؤسسة التي أعمل بها، والتي أسست في العام 1990 على يد الراحل إياد السراج، والذي كان من أهم ما يفكر فيه كيف يمكن لنا أن نقوم برعاية وتقديم الدعم النفسي للطفل الفلسطيني والمراهق الفلسطيني من ثمانينيات القرن الماضي. وهنا يعني أود أن نختم بذلك، وأحاول أن أكون مختصرا قدر الإمكان. يجب أن لا ننسى أن موضوع الوصمة النفسية موجود، وهو توجس من التوجه إلى التدخلات النفسية والبحث عن الأخصائي النفسي. لذلك نقوم في البرنامج على سبيل المثال بعمل زيارات لأماكن نزوح الناس، نقدم إسعاف نفسي أول، نحاول تقديم رعاية نفسية بسيطة والتقاط الحالات التي هي بحاجة لتدخلات نفسية معمقة وتحويلها إلى المراكز المختصة، ولكن مراكز التابعة لنا. ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون هناك توعية مجتمعية متكاملة بالقضايا النفسية حتى نتمكن من تخفيف الوصمة النفسية والعودة بقدر الإمكان بأطفالنا إلى قارب النجاة. وأختم بقصة بسيطة، وهي يعني هذا يعني قبل الحرب بما لا يقل عن أسبوعين ثلاثة، نتكلم عن قبل سنة وشهر تقريبا، يعني كنت في أحد المحاضرات مع أحد الأخصائيين والأخصائيات من المجتمع المدني من أحد المؤسسات المدنية، وتحدثت عن الآثار النفسية طويلة الأمد للعدوانات والحروب على الأطفال، وكنت أتحدث عن أن المراهقين قد لا يتمكنوا من استمرار قيامهم بالعملية التربوية والتعليمية، لأنهم سيساء فهمهم بأن هذا الطفل أصبح عمره 13 أو 14 سنة، وبالتالي أصبح غير مهتم بالعملية الدراسية كون أنه أصبح مراهقا وأصبح يهتم بأشياء أخرى، وقد يتابع ذلك بقلق من الآباء والأمهات، تعامل صعب معهم، وبالتالي تنفيره أكثر من العملية الدراسية، بينما في الواقع هو عبارة عن ضحية من ضحايا العدوان، أصيب ببعض القضايا النفسية التي أدت إلى تأثره وعدم قدرته على يعني القدرات المعرفية تأثرت لديه، وبالتالي لو لحقنا إحنا هذا الطفل في وقته المناسب لاستمر في العملية التعليمية. قالت لي هذه المتدربة: لو كنت أعلم ذلك، وهي مختصة بالمناسبة أخصائية نفسية، لو كنت أعلم بذلك في حينه لتمكنت من إنقاذ أخي من تركه للمدرسة، وهو الآن يعني ضائع ليس له مستقبل، طبعا المستقبل بفكر انه لا ليس بطالب جامعه ولا يكمل حتى تدريسه او تعليمه الثانوي. يعني اكتفي بهذا القدر، وانا متاكد ان الخبرات الموجوده ايضا لدى الدكتور طارق ولدى الاستاذه فيفيان هامه جدا. المؤسسات الفلسطينيه بشكل اساسي يعني، وهي او المؤسسات التي تعمل لفترات طويله داخل قطاع غزه، لديها كثير من الخبره في هذه الجوانب، ويمكن لها تقديم الكثير، ولكن هناك أشياء أساسية أنا أتحدث عنها. شكرا جزيلا لكم. شكرا. رنا أحكي؟ ما سمعت. دكتور طارق المايك عندك. أوكي، شكرا رنا، وشكرا ياسر على وضع صورة صحيح أساسية وجوهرية للمدخلات الأساسية. أنا كنت بدي أركز، إحنا طبعا لما نقول ظروف الحياة بتعرضوا لها أطفال غزة، ولما نطلع على الشرائح، يعني لو حاولنا نعمل أي نوع من التقسيم حنظلم الأطفال، لأنه وضع مأساوي على الجميع، يعني الكل عم بيعاني يعني. لكن إحنا ركزنا بالتعاون على شريحة الأيتام، لأنه مش بس بمر بالمعاناة اللي بمر فيها كل أطفال غزة حاليا من العنف والتهجير وغيره من التجارب، إنه كمان فقدوا سند أساسي، إما الأب أو الأم أو الأب والأم مع بعض، أو حتى في بعض منهم فقد هذا السند، كمان عم بيزيد المعضلة أكثر وأكثر، وبيعرض الأطفال هذول والأيتام لإمكانية إنه يصير استغلال لهم، إنه البعد النفسي والاجتماعي تبعهم حيتفاقم اكثر،
وبنحكي عن ارقام يعني كبيره، مش صغيره. يعني احنا في تاريخنا ما شفنا عدد كبير من الايتام في تاريخ المجتمع الفلسطيني او العربي في اي ظرف حرب. يعني ما شفنا، يعني بنحكي عن وصلت الارقام، احنا عندنا في البيانات تبعتنا بتاعنا اكثر من 20,000 يتيم، يمكن الارقام تزيد عن هيك 26,000 يتيم بعض الاحصائيات، والارقام يوميا عم تزداد. فانت بتحكي عن جيل كامل هذول عندهم الصدمه. فيعني راينا انه كمان هذول بدهم رعايه مركزه ومخصصه، طبعا بالاضافه اللي ذكره ياسر عن البعد النفسي والتعليمي، استعاده العمليه التعليميه لهم، واستعاده يعني يمكن جزء كبير منهم كمان قضيه المأوى. في شريحه منهم نحكي عن حوالي اكثر من، او يمكن فيفيان عند الارقام الاكثر دقه مني، احنا بارقامنا في عندنا اكثر من 500 عندهم اعاقه جسديه، يعني امبيوتيشنز، اكثر من 1000 عندهم وور انجريز، يعني ارقام مهوله جدا. فاطلقنا برنامج نور لرعايه الايتام بهدف توفير مظله للرعايه بالشراكات مع مؤسسات ثانيه، بيكون على اساس يكون برنامج وطني لفلسطين ولقطاع غزه بالتحديد يعني. ونامل انه نقدر، بدانا طبعا احنا نقدم جزء من المساعدات هاي، لكن غير كافي في الظروف الحاليه ومش سهل تنفيذه، مع انه عم نحاول نوصل لهم من خلال المساعدات الانسانيه، لكن في الجانب الطبي والرعايه النفسيه هذول لازم نتحرك عليهم بطريقه اسرع زي ما ذكر ياسر. وانا بتوقف هون وبنقل الميكروفون لفيفيان. شكرا. Thank you, Tarek and Yasser. And this is a question we all ask ourselves. You know, what are the priorities going to be when the war, and I hate to use that term because it is not a war, it's something much, much larger than that. And the answer always is that we need to focus on the vulnerable populations. But everybody's vulnerable in Gaza. I mean, it's the destruction is so massive, it's very difficult to identify which sector of the population is more important or requires, you know, immediate work as opposed to others. But of course, for PCRF, it's children. And when you talk about children, children come in shapes and sizes and with various needs. Children are orphans, they're now disabled, they, you know, they're nutritionally challenged, psychosocial support. So it's multi-layers of what these children are going to need. And I just want to make a point in something I talk about all the time here in the West. And I'm not a subject matter expert. I'm doctora, I'm not a psychologist. I have no subject matter expertise whatsoever in the items we're talking about. I'm an attorney at the end of the day. But I don't like it, and I think it's very incorrect when people say, and they have been saying, that war and trauma makes people stronger and more resilient. And we've heard this time and time again. طلعوا على شعب غزة جبارين، طلعوا هالأطفال. You know, it's the strength and trauma has made them stronger and more resilient. And that couldn't be further away from the truth. Trauma doesn't make anybody stronger or more resilient. Trauma damages the nervous system. It hijacks the digestive tract of these children. It keeps them in this constant loop of hypervigilance where they're anxious, they're afraid, you know, they're looking behind their shoulder. And if we continue to allow people to say that trauma makes these children stronger, what we're doing is really denying what it costs them to survive at the end of the day. And that cost has been very, very, very high. I just want to say that so that we repeat that if we hear it, for anybody that's listening, especially if you're living outside of the Arab world, because this seems to be something that, you know, we're hearing repeated often. But for PCRF, we have been not successful, but we have scaled up our work in the area of treating children who are in need of urgent medical and surgical care. Our missions and the local healthcare system is doing what they can within Gaza, but there are conditions that require these children to be taken outside of Gaza to get the urgent care that they need. We're at about 243 children now, 100 of which are still in Egypt, getting care in Egypt. The rest are across Europe,
A handful have come here to the United States. But these are the children we hear about, those that need amputations, those that are burned, those that have all of these outrageous and excessive injuries. But what we really need to attend to after the dust settles are those children that are dying silently, those that have these underlying chronic conditions that nobody's talking about, that nobody can get to, those with cancer and don't have access to cancer treatment, those who have kidney disease, those like the two children that we brought to the United States, Fadi Zant and Nurul Huda, who have cystic fibrosis. And because of the malnutrition in northern Gaza, these underlying conditions were exacerbated and they were dying of malnutrition. They were withering away. But these are only two of the lucky ones, I say, that were able to access medical care. But what about the thousands and thousands of children who are still trapped inside Gaza, unable to get the medical care they need? So for us, that's a priority, to get these children the care they need. If we can't do it, and it's always preferable to do it while we're inside Gaza, inside Palestine. If not, we move over to the Arab world, to the region, so that they can stay within their culture, within their religion, close to their families, closer to going home again if possible, and try our best not to take them outside of the region. But if we have to, we're going to some European countries, and the last place we want to take them and we want to be is here in the United States. That is our focus, that's our intention, to keep them close to home, and that's what PCRF will be focusing on in the days and months and perhaps years to come. And supporting other organizations who do other things, that are experts in other areas that these children will need. Psychosocial support, you know, orphan support in the areas of nutrition, educational support. These are not things PCRF does because other people do it better. We're here to partner and collaborate with others that do it better than us and to support because the need is so massive and so great. So that's my perspective as PCRF in terms of what our priorities may be in the days to come. Thank you, Vivian. والأفكار اللي في بالك في بعد ما الحرب توقف. أبي أول شيء أذكر إن يعني أهل غزة عندهم عزة نفس عجيبة، هذا لمسناها. يعني إحنا هني قاعد نتكلم عن شلون نساعد أهل غزة، بس ترى هم ما أحس إن هم طالبين المساعدة بقدر ما إحنا نحتاج هذه المساعدة حق ضمائرنا وحق التاريخ لما نكبر وعيالنا يسألون شنو صار في هذه السنوات، لأن فعلا الحدث اللي قاعد يصير لن يتكرر عمره ممكن ما صار في التاريخ. لما دخلنا غزة كنت جايب معي، أنا وايد أحب القهوة، فجايب معي 10 يعني يبنى وايد أغراض طبية، الهلال الأحمر جابوا شاحنات كانوا من مصر، وإحنا يبنى يمكن 40 جنطة وقدرنا ندخلهم كلهم فيهم معدات طبية. أنا جبت 10 كيلو بن معي. فأول ما دخلنا المعبر سأل، كان في صحفيين، فسألتهم شلون في قهوة هني؟ قالوا القهوة عندنا الحين نفس المخدرات، يعني شيء جدا صعب تحصله. شفت الجنطة هذه فيها 10 كيلو بن، ولا واحد فيهم طلب مني قهوة، ولو يعني تخيلي في وسط الأوضاع واحد يقول لك هاي الجنطة فيها 10 كيلو، ولا واحد طلب. وزعنا عليهم طبعا. الناس اللي ضيفونا في بيتهم وقعدنا معاهم يتواصلون معي بالانستغرام وكذا. الحين كم شهر؟ 7 أشهر. طبعا تهجروا لأن كانوا برفح، المكان اللي سكننا فيه كان برفح، فطلعوا في مخيمات. ولا مرة طلبوا مني أي شيء، مع أن هم ضيفوني. يعني حتى لما مشينا عطونا هدايا وعطونا زعتر وعطونا كذا، ما حد طلب مني. الأطباء اللي اشتغلت معاهم للحين اتواصل معاهم، ما حد فيهم طلب شيء. العزة اللي فيهم ترى يعني عزة عجيبة. من ناحية المبادرات، في السنة اللي فاتت حاولت وكذا مرة كلمونا في مبادرات مختلفة. أنا عمل الأساسي مو بوزارة الصحة، في جامعة الكويت كأستاذ، فكان عندنا وايد من يعني مجموعة من الدكاترة حاولوا إن يساعدون الطلبة، طلبة الطب بالذات وطلبة طب الأسنان، في إن يستكملون تعليمهم أونلاين على سبيل المثال. ما كان شيء سهل، يعني كل شيء حاولنا نسويه كبادرة فردية ما كان أمر بسيط أو أمر سهل. اشتغلنا في مستشفى ميداني مع مجموعة من الأطباء في إن ننشأ في
شمال غزة طبعا لا الأحمر أوريدي سوى مستشفى ميداني في الجنوب. الجمعية الهلال الأحمر السابقة اللي عندها خبرة كبيرة في الأزمات تغيرت في وقت يمكن أكثر حاجة لها كوجه إنساني حق الكويت حاليا. فالوضع مو سهل الحين، في قانون جديد حق العمل التطوعي أظن خليجي تم نشره في الكويت اليوم. فأحس أن الوضع مو سهل في من ناحية العمل التطوعي في وقت إحنا وايد نحتاج أن نسهل الأمور. فقد يكون إنشاء لجنة مركزية تطوعية هي تقوم بحصر المبادرات اللي موجودة، لأن اللي قاعد يصير حرب وجودية. إسرائيل ردت 70 سنة إلى الوراء، هذه أول حرب وجودية تخوضها من سنة 48، فمتوقع أن هذا أمر راح يطول. حتى إذا ما طول، الدمار اللي صار بغزة الحين، الجانب التعليمي والطبي اللي شيء إحنا وايد ممكن نساعد فيه من ناحية المستشفيات، من ناحية التعليم. لا تنسى أن ليه الحين 1000 هيلث وركر تم قتله في غزة ولبنان، 150 في لبنان، 850 في غزة. هذا الطبيب أو الاستشار اللي انقتل، يعني في الدكتور همام اللوح الوحيد اللي كان يسوي غسيل كلى في شمال غزة اللي تم قتله مع عائلته على سبيل المثال. هذا علشان يطلع طول 20 سنة من التعليم. فأنت الألف هذيل أنت قاعد تتكلم عن آلاف السنوات من التعليم لإنشاء هذول الأطباء للرعاية في غزة. فالحاجة اللي راح تكون موجودة في المستشفيات عظيمة جدا. مهم جدا كمقاومة أن نعلم طلبة الطب علشان يخلفون الشهداء من الكادر الطبي والتمريضي والقطاع الطبي ويساهمون في بلدانهم في غزة عفوا. وأيضا الجانب التعليمي شيء جدا مهم، راح يتم الاحتياج حقه لعشر سنوات يمكن لقدام. العمليات في الكثير من الناس الحين اللي فيهم سرطان، فيهم أمراض قلب، مو قاعد يتلقون رعاية. فلما توقف الحرب راح تشوف فيضان من الحالات اللي كانت نايمة على روحها مرة واحدة تدخل إلى المستشفيات، نفس ما صار وقت الكورونا لما كانت المستشفيات اللي مسكرة 3 أشهر بطلت المستشفيات، صار وضع كارثي أحيانا في المستشفيات. فبالذات بالجانب الصحي والتعليمي الحاجة راح تكون عظيمة جدا. أعتقد من الحين قد يكون إنشاء منصة centralized أو مركزية، يمكن من الدبلوماسيين، من الناس اللي عندهم خبرة في العمل التطوعي، قانونيين، لحصر المبادرات، أن تكون مو الحين جمعيات مختلفة قاعد تشتغل كلهم in silos. إنزين، الأفضل أن أعتقد يكون في منصة مركزية للعمل التطوعي ولي to navigate في الوضع الحالي اللي هو مو وضع وايد سهل في العمل التطوعي. شكرا دكتور. أنا حابة بس يمكن أثني على كلام الدكتور ياسر، وراح أركز بس على الناحية النفسية لأن هذا اللي أنا ممكن أعينكم فيه. أول شيء بنتكلم خاصة عن دور الأيتام، أنه لازم تكون بيئة آمنة، وبيئة آمنة مو بس كشكل أو كمكان أو كستركتشر، بيئة آمنة بتواجد أشخاص في استمرارية في التواجد معهم مع الأطفال، لأن مروا هذه الأطفال بفقدان متكرر، فمحتاجين أن يشوفون وجوه مألوفة ووجوه موجودة. فدور خلينا نقول الجمعيات والمؤسسات أن تستثمر بالطاقم المحلي، تستثمر في تنمية المهارات النفسية لدى العاملين هناك ولدى المجتمع نفسه، الاستثمار بالمناهج والكريكولم اللي تدمج ما بين الناحية النفسية والاجتماعية مع التعليم والتدريس، لأننا نبي نحاول أن ندخل الناحية النفسية في أكثر من مكان وأكثر من مجال، توفير أدوات التشخيص والعلاج، التدخل النفسي المتركز بالصدمات وبالحروب، لأن حتى من ناحية خلينا نقول التريتمنت بلانز تختلف، تدريب الطاقم الصحي إنه يتعرف على المشكلات النفسية اللي مو دائم تكون ظاهرة. فهم مثل ما قلنا إحنا في كل مجال نبي نحاول إنه نزيد الوعي النفسي ونزيد المساعدات هذه داخل دور الأيتام.
نبي نركز طبعا على ناحية الطفل النفسية، فمثلا الخصوصية هذا شيء جدا مهم، الإحساس بأن الطفل يكون عنده شيء ممكن يتمسك ويكون له، لأن نبي نبني ثقة بالذات، نبي نبني الإحساس بشخصيته، بناء النسج الاجتماعي ما بين الأطفال وما بين العاملين والمتطوعين، لأن هذا هم جدا مهم لإحساس الطفل بالانتماء. بعد التشرد الطفل يحتاج أنه ينتمي لمكان، لأسر، لمجموعات، عشان يبني هذه الثقة الذاتية. وبشكل عام تدريب الطاقم المحلي لازم يكون مستمر، لأن مرات بعض المساعدات تكون فورية وما تشتغل على المدى الطويل، والناحية النفسية ماكو علاج نفسي راح يكون فوري. أوكي، ممكن الناحية الدوائية ممكن، ولكن من ناحية التفاقم المشاكل عبر السنوات بالنسبة للطفل لازم يكون في دعم نفسي متكامل ومستمر. أستاذة نورة. والزملاء، الدمار حجمه كبير، فيعني من غير لا نذكر وضع البنية التحتية، احنا لو بس مثلا نشوف الوضع يعني الشعب نفسه، مثلا عندنا 2 مليون شخص داخل غزة نازح او ما يقارب 2 مليون، ونصف 1 مليون شخص عايش بعدم امن غذائي at IPC 5 level، يعني طبعا at IPC 5 level بس، اللي هو طبعا احلى مستوى من عدم أو أشد المستوى من عدم أمن الغذائي. فالاحتياجات صراحة يعني محتاجينها بكل جميع القطاعات، يعني الصحة، التعليم، الأمن الغذائي، ويعني غيرها من القطاعات. ومثل ما سمعنا اليوم، مع الأسف الشديد الأطفال من بين الأكثر ضعفاً في قطاع غزة. فإحنا دائماً نقول يعني children end up bearing the brunt in conflict، ويعني غزة isn't an exception. وواحد من كل شخص بس في غزة طفل، فيعني نسبتهم عالية جدا. ونقدر نقول يعني من أكثر الطرق تأثيرا اللي بإمكاننا مساعدتهم فيها، وهو مثلا التركيز على التعليم، الحماية، والدعم النفسي الاجتماعي. مثلا على سبيل المثال لو نتكلم، يعني ممكن تضمن مبادرة تشمل التعليم والحماية، وتركز على إنشاء أماكن آمنة للتعلم، وضمان وصول الأطفال إلى التعليم حتى في أوقات الأزمات. وهم يعني إضافة إلى ذلك، هم ممكن يعني يتم دمج الدعم النفسي الاجتماعي في المدارس، وهذا الشيء يوفر للأطفال الرعاية النفسية والعاطفية اللي يحتاجونها بشدة. وهم يعني ممكن يتم التركيز على الأمن الغذائي وصحة الأطفال، ويعني هل وإذا سوينا هالشيء ممكن يعني we jointly address both يعني the immediate effects وحتى the long term development of the youngest generation in غزة، إذا قاعدين نتكلم حتى يعني ما بعد الأزمة. وإذا ممكن حتى نشوف أمثلة على الواقع حالياً، هناك يعني هناك برنامج اسمه العودة إلى التعلم في ملاجئ الأنوى، واستفاد أكثر من 11,000 طفل منهم، و60% منهم من الفتيات. ومن هذا البرنامج يعني حصل بين 26 سبتمبر و 2 أكتوبر تم مشاركة الأطفال في مجموعة متنوعة من الأنشطة، يعني أنشطة العودة إلى التعلم، ويعني تضمن هي جلسات القراءة والكتابة الأساسية، وجلسات الدعم النفسي الاجتماعي، وأنشطة ترفيهية مثل الفنون والموسيقى والرياضة أيضا. سؤال جذري هني، في تكتل إقليمي، هذا الكلاستر قاعد ينسق حق فيما بعد وقف يعني القصف ولا حاليا؟ يعني اذا نتكلم عن الواقع، نتكلم عن الواقع حاليا، الاولويه ثانيه، بس يعني اكيد هو يعني عندنا احنا
إنساني اللي ماسكينه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبعدين عندنا هم مجموعة تنسيق اللي تنموي أيضا لما بعد الأزمة. فهم حاليا أكو مثلا نقدر نقول يعني خطوط عريضة أو خطط عريضة، بس طبعا يعني صعب تطبيقها بالوقت الحالي يعني من غير لا يكون في استقرار. طبعا الحديث يطول وما يخلص، وما ودي أفتح يعني محور ثاني، وفي محور وايد وايد مهم، بس إحنا نعيشه وإحنا كجمهور أكثر الناس عايشينه. سوري أنا نوال، ما أدري إذا أوردي طرحتي مبادراتك أو إذا أفه. أنا آسفة، في بعد شيء تبي تقولينه؟ سوري أحتلي أبي، بس أعتقد يعني لو نقدر نشكل فريق صغير يتواصل مع التعاون ومع البي سي أرف عشان نشوف شنو احتياجاتهم، ونقدر إحنا نشتغل مع مثلاً جهات معنية داخل الكويت. يعني مثلاً من الأشياء اللي قالتها فيفيان موضوع الـ children with amputations، هذا أعتقد يعني من اللي قاعد نشوفها إحنا بالفيديوهات موضوع وايد مهم. فمثل هالأشياء أعتقد نقدر يعني نقدر بسهولة بجهد معين مع جهات معينة داخل الكويت نوفر لهم احتياجاتهم، whether it's يعني financial ولا مثلا تنسيق مع. فأعتقد لو نقدر نشكل هذا الفريق ونتواصل معهم بيكون شيء وايد مهم. سالفة يعني ضحك شوي عن الامبيوتيشن، شر البلية ما يضحك. قلنا نبي نسوي مثل مصنع نسوي فيه الأطراف حق الامبيوتيشن، يعني نبي نشتغل عليه من الحين. فسألنا كم واحد من الفلسطينيين كذا، قال ما نحتاج. ليش ما تحتاجون؟ قالت لأن أكبر مصنع للأطراف الصناعية إسرائيل سويته حق الفلسطينيين علشان تبيع عليهم الأطراف. تخيلي يعني هم مو بس قاعدين يقطعون الأطراف، هم قاعد يطلعون فلوس من قطع الأطراف هذه. يعني في محاور كثيرة كان ودنا نغطيها، بس الليلة ما تسعنا، وحابة أسمع منكم. أولاً طبعاً قبل لا نفتح المجال للمداخلات والأسئلة، أحب أشكر كل من شارك، سواء عبر الفضاء الرقمي، هاي ما أدري شلون طلعت مني، بس ولا اللي معانا اليوم على الطاولة، وأشكركم كلكم يعني كحضور. ويتفضل الأستاذ تيسير بركات. هذا الشكر. أما فيما يخص اقتراح الصديقة نوال مولى حسين، أنا عندي جواب، بس بحب أعرف على نفسي. أنا عضو حالي في مؤسسة التعاون ورئيس سابق للجمعية العامة، عضو مجلس إدارة مؤسسة غاثة أطفال فلسطين لسنوات طويلة، ولدي مقترح بحب أقدمه في مخصوص مشروع الأيتام. مشروع الأيتام قامت مؤسسة التعاون منذ بداية الحرب بالتحضير لما هو قادم. بعد كفالة أيتام 2009 وأيتام 2014 بحدود 5-6 آلاف يتيم، صار لدى المؤسسة خبرة كبيرة بكفالة الأيتام، مع ملاحظة إنه كفالة الأيتام بمؤسسة التعاون تتم بمراحل. أولاً وجود لجنة توجيهية عليا بكون فيها المتبرعون الكبار على وزن بنك فلسطين وخلافه، ثم من خلال لجنة توجيهية بكون فيها أخصائيين في موضوع العلاج النفسي وخلافه، فلجنة توجيهية عليا. ثم البرنامج نفسه تم صياغته لكفالة 20,000 يتيم بتكلفة مقدرة من 350 ل 400 مليون. الكفالة راح تكون من 0 ل 18 سنة. الكفالة القادمة كانت تستمر حتى سن 22 للانتهاء من الجامعة. الآن رأينا أنه تكون لسن 18، ثم موضوع الجامعة يحول لأقسام تانية. سوف اللجنة التوجيهية سوف تعمل على إيجاد منصة تفاعلية زي ما تفضل الدكتور محمد جمال، يكون فيها كل ستيك هولدر. هذه في مرحلة لاحقة. الآن نحن بصدد وجود لجان في مناطق الوطن العربي. على سبيل المثال أنا مسؤول ملف العضوية والأصدقاء في مؤسسة التعاون. جزء من عملنا إنشاء تشابترز منتديات، وهذه خبرة تعلمناها من البي سي ار اف
اللي عنده 27 تشابترز هم الداعم الأساسي للبي سي آر إف. أنا بناء على اقتراح الأستاذ نوال أتمنى تشكيل لجنة من الأستاذ نوال مع لولا الملا مع دكتورة سهال مهل برجس، لأنها تكون مسؤولة عن ملف الأيتام بشكل فوري. ممكن نأسسها ورح تكون مهامها مرحلتين. المرحلة الأولى فتح آفاق رعاية أيتام على مستوى مؤسسات كبيرة وأفراد، ثم فيما بعد يتم توصية أحد أعضاء اللجنة يكون باللجنة التوجيهية العليا. فياريت نطلع بالمقترح هذا ونطبقه بشكل فوري. مشروع الأيتام باختصار شديد رح يغطي كل مناحي اليتم، على سبيل المثال الغذاء والملابس، الرعاية الصحية، التعليم والتدريب المهني، الحماية والدعم النفسي، والرعاية الاجتماعية. وهون بس مداخلتي الأخيرة بخصوص الدعم الاجتماعي، تكلمت الأستاذة زينة عن دور الأيتام. أنا في بداية كتابتنا لمشروع الأيتام كنت بتواصل معهن بغزة ابتداء من شهر 11، فقلت لهم عن موضوع دور الأيتام. زمان كل مشاريع الأيتام كان كل يتيم له عائلة ممتدة، الآن لا. كان جواب أهالي غزة، غزة كلها عائلة ممتدة لكل أيتام غزة، لن نحتاج في البداية لدور أيتام لأنه غزة كلها عائلة ممتدة. فيما بعد قد نحتاج، ولكن في البداية عملنا رح يكون من خلال فريق تطوعي كبير جدا، رح يكون عندنا متطوعين في كل مناطق غزة عشان نعمل دراسة حالات، رح يكون عندنا متطوعين على مستوى عالمي، وكمان رح ننشئ تحالفات اللي انتوا تفضلتوا فيها. التحالف الأول اللي بدينا ننشئه بين مؤسسة التعاون والبي سي آر إف، والبي سي آر إف خبرتها عميقة في مجال الطب، فاتفقنا مع بعض وإن شاء الله رح يتم توقيع الاتفاقية في قادم الأيام إنه البي سي آر إف اللي هو مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين تكون شريك استراتيجي في مشروع رعاية الأيتام على أساس تستلم موضوع الرعاية الصحية. فحابب إحنا من هذا الجمع المبارك نطلع بلجنة صغيرة وتشرف على مشروع الأيتام بشكل جدي، وشاكر لكم وأنا جاهز لأي سؤال. أنا بعد الأستاذ شريعان عنده مبادرة أفتكر، ودنا نسمع منك أستاذ شريعان. أول شيء شكراً على جهودكم وعلى الدعوة الكريمة. اليوم أنا أمثل فريق محامي الكويت من أجل غزة. هذا الفريق تشكل من سنة من بداية حرب الإبادة المستمرة بمبادرة من الدكتور محمد المقاطع في ظل جمعية المحامين الكويتية. الفريق هذا تشكل 4 فرق داخلية أو فرعية، فريق للإعلام والعلاقات الدولية، وأجرى بعض اللقاءات، استضاف بعض الناشطين والمحامين والقانونيين، ومن ضمنهم المحامي الفرنسي اللي أقام الدعوة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية. فريق آخر متعلق بجمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، وعندنا داتا كبيرة استطعنا جمعها من مصادر يعني رسمية وأدلة موثقة. يعني أيضا فريق محكمة العدل الدولية وقام بجهد كبير في يعني طرح مثل مبادرة أو نموذج لشكاوى مثل الشكوى اللي تقدمت فيها جنوب أفريقيا. هي محكمة العدل الدولية لها علاقة بعلاقة الدول، لذلك كانت هذه المبادرة متعلقة بنموذج للدول. أيضا فريق المحكمة الجنائية الدولية، أنا رئيس الفريق، رئيس فريق المحكمة الجنائية الدولية، قمنا بعمل شكاوى، نموذج شكاوى. استطاع الفريق أخيرا أن يتحصل، أو مش من البداية بس في مرحلة ملاحقة، تقدم بأربع شكاوى بتوكيلات من ضحايا حقيقيين موجودين وكلوا الفريق المحامين، وتقدمت 4 شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي. هذه الشكاوى جرائم حرب، يعني تتهم الكيان الصهيوني بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الشكاوى طبعا أكيد من ضمن الضحايا أطفال، وأيضا حتى لو كان من غير الأطفال
ينعكس أكيد على ضحايا الأطفال من الأسر يعني. أيضا كان هناك لقاء مع المحكمة الجنائية الدولية عبر زوم، كنا في كلية القانون الدولية، عقدنا لقاء مع المحكمة الجنائية الدولية ممثلة في مكتب مساعدة الضحايا. هذا المكتب يختص بتوجيه الضحايا فيما بعد إقامة الدعوة الجزائية، فيكون هناك دعوة مدنية مصاحبة للدعوة الجزائية. الفريق لا زال مستمر في عمله، وهذه إحدى المبادرات اللي قاموا فيها الإخوان المحامين في ضوء جمعية المحامين الكويتية. وشكرا على هذا اللقاء الكريم وهذه الدعوة الكريمة، شكرا على جهودكم. فيا والله شكرا. في أسئلة أو مداخلات ثانية؟ شكرا لكم، شكرا على حضوركم على هاي اللقاء. انا حابه اتكلم كانسانه متابعه للاوضاع. اول شيء خلونا نقولها، ما نقول حرب غزه، لان اذا قلنا حرب غزه احنا قاعدين نعزز الانفصال. هاي اول واحده، خلينا نقولها حرب اباده جماعيه، لان ما يحدث حاليا مو في غزه، في فلسطين كلها، في الأراضي المحتلة كلها قاعدة تحدث إبادة. لا ننسى جنين شنو قاعد يصير فيها، نابلس شنو قاعد يصير فيها، طول كرم شنو قاعد يصير فيها، ترى كلهم بحاجة إلى دعم. الدعم مو بس داخل قطاع غزة، لا، الدعم محتاجة فلسطين كلها. موقف واحد، المبادرة لا تكون مبادرة بس داخل غزة، لا، المبادرة خلوها حق الأراضي الفلسطينية المحتلة كلها. أنا أعتقد أهم شيء الاحتياجات اللي داخل فلسطين احتياجات كبيرة، مو بس تعليم، مو بس صحة، احتياجات كبيرة. المرحلة ما بعد الحرب، ما بعد حرب الإبادة الجماعية، هذه راح تكون فيها مراحل. في مرحلة اللي الحين نعيش فيها، المرحلة الإغاثة والاستجابة العاجلة، بعدين المرحلة الثانية هي مرحلة بس شوية اللي يعني نعطيهم انتعاش، بعدين هي مرحلة الأخيرة هي مرحلة البناء. لكن أهم شيء إذا إحنا بنشتغل مبادرات، خلونا ننتبه حق كذا قطاع. في قطاع التعليم، الصحة، المسكن، المأوى، ترى وايد مهم، لأنه ما عندهم. دكتور محمد كان موجود وشافوا الوضع اللي قاعد موجود هناك، قاعدين في المستشفيات قاعدين ينامون، قاعدين ينامون بالشوارع، أصلا ما في نوم. دكتور محمد أنت تذكر لما كنت تقولون لنا إن كانت الزنانة شلون. فخلونا نقسم نفسنا على كذا مبادرة، مبادرة تعليم وهو أهم شيء، لأن إذا ما بنينا وعلمنا هالجيل راح يجينا جيل داعشي، جيل أمي، وهذا وايد خطر علينا. بعدين الصحة، إذا ما في تعليم ما في صحة، وإذا ما في صحة ما في تعليم، هاي مهمين. بعدين المأوى، المأوى جدا مهم، خلونا نشتغل على هذيلة، بالإضافة إلى أن دعم الأيتام وحفاظ عليهم. شكرا لكم. يعطيكم العافية، شاكرة جدا حق من تحدث، وشاكرة الحضور، وشاكرة الجمعية الثقافية النسائية. احنا قاعد نتكلم الحين مبادرات ما بعد الحرب. احنا احوج، والشعب الفلسطيني بحاجة جدا، مبادرات حالية. العالم الرقمي عالم مفتوح وممكن نتحرك فيه بسهولة. في ابلكيشن مسوينه شباب كويتيين حق المناهج الكويتية وتدريب الطلبة ودروس خصوصية واختبارات منوع. مثل هالبرنامج ممكن احنا نسويه على نطاق واسع يخدم ابناء الشعب الفلسطيني. ممكن يكون في اختبارات يجتازها الطالب ونعطيه شهاده معتمده من الجامعات اللي تتعاون معانا، جامعات مدارس عالميه تتعاون معانا، يكون اجتاز هذه المرحله، يدخل هالامتحانات هذه بصوره معينه او وقت معين زمني ويجتاز. اذا اجتاز الامتحان هذا فانه اجتاز المرحله ويبتدي ياخذ المرحله اللي بعدها. نبسط عمليه التعليم لهم ونوصلهم الان، لان لو الصهاينه بدوا في انهم
يعني ينهون أو يعملون على انهيار البنية التحتية، إحنا لازم نشتغل على بناء الإنسان الفلسطيني ما نوقف. وأيضا بالصحة مثل ما قال الدكتور محمد، الأطراف أنا كنت حاطة هالنقطة هذه بالنسبة للأطراف الصناعية، أن ممكن حتى نسوي أبليكيشن أو تواصل معهم شنو يحتاجون بالضبط، وإذا كانت المصانع الإسرائيلية فيما أعتقد بمصانع ثانية إحنا بديلة ممكن نتعاون معها ونشوف شلون ممكن نوصلها، تكون عندنا الأولويات إن نصدر بطريقة أو بأخرى مع الإغاثة الأطراف، لأن قاعد نشوف إحنا مشاهد جدا مؤلمة والأطفال قاموا يسعون حق الرزق مع أهاليهم. فأيضا لازم، وفي بعد نشطاء في فلسطين يحطوا روابط تبرع، هم نشطاء موجودين حتى في الساحة ويتحركون بين الأطفال ويعطونهم ويوزعون عليهم مبالغ. فنبي سنتر معين معتمد داخل فلسطين بحيث إحنا كأنهم خلية نحل نتواصل معهم مع سنتر خارجي، وياريت يكون إقليمي بحيث إنه ما يكون تحت سيطرة أي قوانين يعني حكومية أو غيرها، ونتواصل مع الأفراد هذول داخل فلسطين ويكون المساعدات أول بأول. يعني الحين بحاجة مساعدة، مو ننتظر الحرب عشان نبتدي نسوي لجان أو فرق أو غيرها، نبتدي من اليوم من هاللحظة بدنا نساعد الشعب الفلسطيني أي طريقة كانت. ويعطيكم العافية. مايك إيه تفضل. يعطيكم العافية. طبعا أنا أنور الشمري رئيس فريق الكويت نبضي. أنا ما قبل 7 أكتوبر كنت متعامل مع فريق تطوعي بفلسطين اللي هو فريق الوطن الشبابي. بداية الأمر كنا نقتبس الهوية الوطنية مالت فلسطين اللي هي قطف الزيتون، فكنا نباشر فيهم وننمي الفكر حق الأطفال. بعدها بلشنا بالتعليم، الدورات التعليم، الدفاع المدني، كل ما يطرأ حق التعليم كنا نسوي بالدورات لهم. بل ما بعد 7 أكتوبر زين بلشوا الأخت اللي تقول الماي أتوقع إنه ما فيه، بلشنا بتناكر ماي. كانوا بداية الأمر كنا ندفع الفلوس إن يجيبون التناكر، بعدها صارت التناكر هم يجون مع الجراك الماي، وبصير التوزيع والحمد لله يا ربي. بعدها صرنا الأطفال صرنا نسوي فرح حق الأطفال اللي هي شلون أقول لكم يعني الألعاب والمهرج والفعاليات نفس ما قال الأستاذ محمد زين، وما زلنا أمس مسوينها ما بين الحطام والحمد لله يا ربي موجودين. شكرا. موجودين الشباب بتعاون مع وطن الشبابي اللي هو سعد أمجد الحمد لله ربي، حتى الأيتام زين قاعدين يوصلون لهم. الحين عندنا مبادرة اللي هي مبادرة أفقر الفقراء، أفقر الفقراء اللي ما عنده خيمة فلسطين بغزة، اللي ما عنده خيمة، اللي ما عنده ماي أبسط شيء، اللي ما عنده لقمة، اللي ما عنده ملابس يلبسها، اللي يطلعوا متشردين بدون أي شيء. فالحين احنا مباشرين فيها والحمد لله يا ربي بالتعاون مع الشباب اللي في فلسطين. ويعطيكم العافية ربي. لازم نختم للأسف. مشكورين وايد وايد جميعاً اللي على الطاولة واللي على الشاشة، حضراتكم اللي موجودين اليوم معنا شكراً، وأتمنى أنكم استفدتوا من وجودكم هنا واستفدنا جميعاً وصارت عندنا بعض الأفكار، وإن شاء الله أن هذا بداية النقاش والحوار ونكمل فيه إن شاء الله ونطلع فيه بخطوات عملية ملموسة إن شاء الله. شكراً، تصبحون على خير.